ربنا يكرمك، سعادة البيبي 2 جنيه بس، وهات الأمورة اللي جنبك ربنا يفتحها في وشك، استرزق كده واستفتح منك وشك الجميل ده. يا بيبي والنبي يا منى دي. يا أخويا ما تطول لنا الإشارات شوية، خلينا نسترزق. تدفع كام؟ اوه ايه الاشاره الزفت دي؟ ما تعصبش نفسك يا سعاده البيت، ما تعصبش نفسك يا سعاده البيت، يا نهارك اسود ومنيل. وبعدين بقى يا بيه، هون على نفسك عشان ربنا يفتحها في وشك. هون هون على نبضي. بص اسكتي. يا سي 2 جنيه بس، يلا بقى خلينا نسترزق. امسكوا، جاتكوا القرف. ربنا يكرمك يا نهار اسود ومنيل. الحق يا بيه، الواد كرم شادي بكلم حضرتك، او خاطف الشنطه من جنبك بقى كده. اه وهي تقول لي كده اهو. والله ما انا سايبك اللي في الاسم. يا نهار اسود. ما تتكلمي كويس يا بت وتفسري اللي انت بتقوليه. انت بتقولي الواد كرم خطف الشنطه وجرى. بقول وقلت وهقول يا بيه. طب انا يعني لو متفقه معايا كنتش هقعد في وش البيه ده. انا يا لهوي، يخرب بيتك، انا مش عملت كده يا بيه. طب انا لو متفقه معاه كنت عملت كده، بالعكس كنت قعدت اتحدد مع البيه لحد ما هو يخلص ويمشي. احنا هنقبض على كرم وهيبان صحه كلامه. انت يا بنت مش تعرفي كرم؟ والمصحف معرف. لا يعني سحنته اعرف، انما هو بذات نفسه معرفوش يا بيه. هو مش معانا يعني، لو حضرتك يعني نزلت الشارع مش هتلاقيه. ده اصله حرامي زي الواد لبيسه، ما عندوش ولا ذمه ولا دين ولا شرف. وانت بقى اللي عندك يا صاحبه الصون والعفاف. لا عفاف ده ايه؟ عفاف دي سمعتها مش ولا بد. البنت حسنيه مشغلاها في الحرام. اه يا باشا، البنت حسنيه بتاعت الدوره. لا مؤاخذه يا باشا، اصل انا يعني ماليش في الفتن. انت عارفه يا زينه، انا هكرمك واعمل معاكي احلى واجب لو ساعدتينا. انا تحت امرك يا باشا، انا تحت امرك. ربنا يكبر بخاطرك لو جبرت بخاطري. انت هتشحت هنا كمان؟ مش كفايه في الاشارات؟ لك حق يا بيه، بس يمين بحلف لو طلعت مظلومه ما هقبل اقل من بريده وتتحط في جيبي. اه ما انا مش هسامح غير بكده، والا استحمل بقى يا بيه. استحمل ايه يا بت؟ حسبانه. الواد كرم اهو. حكتك نيله، ما لقيتش غير زينب توقع معاك، كنت فاكرها هتسد. اجمد ايه يا كرم؟ كده بقى هيخرجوها؟ دين المعفن ما طلعش منه غير 2 جنيه وفي الاخر يجرجرها على الاسم. البت دي حظها ذكر، ما في مليون عربيه تانيه، مش ده الراجل الايتم ده؟ انت ليه خدت منها ال 2 جنيه؟ هي اللي اديتهم لي، خافت يتاخدوا منها في الاسم. يا باشا ان شاء الله تعيني وهتشل، ما اعرفه، ان شاء الله تعيني. طب والمصحف ده على عينيا يا باشا؟ لا لا الحق يا باشا، الحق ده المصحف فاضي يا باشا، هو اتقلب ولا ايه؟ ممكن تسيبيه وتحطيه مكانه؟ حاضر يا باشا، بس يعني ازاي حرامي يسرق مصحف يا باشا؟ وانت بقى بتسرقي ايه؟ لا اله الا الله، في ايه يا بيه؟ مش كنا هدينا وقلنا؟ اتكلمي للصبح، في ايه تاني؟ ولا حاجه يا بيه، هقول ايه؟ كلبي وبيهوهو، ده حتى الكلاب اللي في الشارع اللي بتهوهو، والناس اللي معديه بترمي لها حاجه، انما احنا بقى اولاد شوارع. زباله يا بيه. وايه كمان؟ ولا حاجه يا بيه. تمام يا فندم. اهلا. بذمتك انا اعرفك، ده انا شفتك، ده انا اعرفك. منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل. فيه هشام، لو ما وقفتش دلوقتي هنخسر بعض. يا ابني انت اول مره تستلم عربيه على الزيرو؟ ما سمعتش انك لازم تجيب اخرها؟ امال هتجربها ازاي؟ اجربها مين يا عم؟ مش عايز اجربها، دي كانت شوره مهببه اني جبتك معايا. مش ابو صاحب الاجانس وعمل لنا تخفيض لازم يلزق ويجي معانا؟ بالراحه. بالراحه يا عم انت. ده انتوا جايبيني مصلحه بقى. مصلحه بس بالراحه. بالراحه يا عم بقى. يا عم اسكت بقى، سيبنا افكها لك شويه، ده انت خام قوي. ايه ده ايه ده؟ بالراحه يا عم انت. حاسب فين الشنطه يا ياض؟ اهي اهي يا باشا. هي دي يا بيه؟ ايوه يا باشا. يا كلاب يا شوارعيه، البنت دي كانت معاك وانت بتسرق يا ياض؟ انت بقول لك انت. ازاي بس يا باشا؟ انت تتكلمي خالص. حاضر يا باشا. جوزي انت ما بتاكليش؟ عملت لها ايه يا قادرة؟ انا والله ما عملت لها حاجة. هتفك بقى يا زينب، مش خلاص براها؟
ولا انت يعني عشان مش معانا لبيسه هنداولي كيف افتح نفسك؟ قطع وقطع سيرته. ده باين انه سمعنا. اهو يا ستي القمر جه. منورين يا عالم يا ناقصه. اللي قول لي يا لبيسه، معنى اسمك ايه؟ لبست الجزمه؟ لا يا عسليه، لبست قلم، بس قلم بسن حراق وحامي، ممكن اقطع لك بيه لسانك لو حبيتي. ربنا ياخده. بتقولي يا بنت؟ بقول ربنا يطول لنا في عمرك. ما تلم البنت اختك دي قفص. طم يا بنت. لا حامش يا لميته كام لحد دلوقتي؟ انت اللي لميت كام؟ كمال اهلك يا انت مالك؟ ولا تعمل مامك بمقام يا روح امك؟ وايه لازمتها المسكه دي؟ بفكرك لا تنسى، انا اللي موقفكوا هنا، وانا اللي مسؤول عنكم، وانا اللي في اخر اليوم بلم منكم، واللي فيكم هيخنصر ويقول ما لمتش ما يورينيش وشه. انما انت بقى يا عسليه فانت حاجه تانية. انا عندي استعداد اديكي وما اخدش منك. بسم الله، هتتبناني ولا ايه؟ اتبناكي؟ طب يا ريت، بس جرب بس يا عسلية. على فين يا عسلية؟ اي حتة بعيدة عن خلاقكم. طب وليه الغلط؟ الغلط ده يجي منك انت يا اخويا. انت اللي ليك عندي باريزة تاخدها اخر النهار، واكتر من كده ملكش. اذا كنت انت بقى لبسة قلم سنه حرق وحامي، فانا جلدي ميت ما يفوتش في النار يا روح امك. انتوا سايبينها ترد وتصد بطلها؟ عدن لي عواميد نور كانت كواكسة. يا لهوي يا لهوي، حد يجيبها. انا مش فاهم ازاي ما تقفش. هتقف ازاي عشان الناس تتلم علينا وتضيعنا؟ لو سمحت يا هشام وقف العربيه حالا، انا لازم ارجع. اقف اقف هنا يا هشام، اقف اقف، بقول لك لحد ما اديني وقفت. يلا ارجعوا، خلي الناس تتلم عليكم وتاكلكم. واحد اثنين ثلاثة. ايه السقة اهو يا بنت؟ مساء الخير. مساء النور يا قمر، مساء القشطة. انت احمد السقة صح ولا مش صح؟ لا بصراحة لا. يستحيل انت احمد السقا، بس انت نكد بتعمل دير جديد. لا اهلا يا بشوات، اي خدمة يا اخويا؟ احنا بصراحة كنا جايين نسأل على البنت اللي خبطتها عربية النهاردة الظهر. تسألوا ليه لمؤاخذة؟ اصل احنا كنا راكنين عربيتنا هناك وشفنا الحادثة وشفنا العيال اللي جري، بس العربية ما كانتش ليها ارقام خالص خالص. عموما حصل خير، البت مهجة كويسة. كويسة؟ اتحجزت في المستشفى، جبسولها رجلها. أنهي مستشفى؟ أي مستشفى والسلام، جرايح حاضر. ده حتى ما رضيش يستلموها مننا في الأول، بس احنا بقى لمينا من بعض وادينا لهم الفلوس قاموا واخدينها. لميتوا من بعض؟ لمينا من بعض، ما احنا بقى أي حد يتأذى مننا نقوم لمين له. تحب نلم لك ولا إيه يا باشا؟ المهم يعني البنت كويسه. يا خراشي ما قلنا كويسه، ده ايه ده؟ طب لميته من بعد كام؟ اشمعنى بيه؟ اهو لمينا وخلاص. عايز اعرف يعني. تكونش مباحث يا باشا، عايز تاخدنا تحري وتعرف معانا كام ولا ايه؟ لا خالص. خدي المبلغ ده، شوفوا انتوا لميتوا لها كام، خدوهم الفلوس دي وبدوا لها الباقي. ايه ده؟ مين ده يا بنت؟ مش قلت لك يا احمد السقا؟ شكرا يا تيتو. بصي متغطي بكام بطانيه يا اختي؟ علي شحم ولحمي يدفوه يفطسوه. انا عن نفسي حرانه قوي، حتى بصي جدتي بكسعره من الحر. وطي صوتك بقى لا يصحى، تعالي. ما يصحى، بس بياخد اجرته 50 قرش في حالها، بيلهفها مننا كل ليله. ده لنا يومين يا اختي ما ادانالوش حاجه. ربنا ياخده يا رب. اخبار امك ايه؟ رحت لها المستشفى؟ ايوه رحت. وهي عامله ايه؟ وصتني على اخواتي يا اختي. انا مرقوطه من الموضوع ده. انت مش ليك اخت كبيره اسمها راويه؟ ما بتقولش ليه على اخواتها؟ مش هما برضه اخواتها؟ غيري السيره يا بت. بس والنعمه، والنعمه باين علاقتي دي كنزه قد كده. مش بتقولي بتشتغل في الكوافيرات وبتحط الاكلادور؟
بنتي يا زين، انا نفسي احط الاكلادور ده، هي الازازه منه بكام؟ بنت انا عندي صداع، عايزه انام. طب بس ما تفكريش، يمكن بتروح لهم ويمكن بتدور عليك. يا بختك بقى لك اهل بيوحشوك. يا بختك انت يا اختي، مالكيش اهل تقلقي عليهم. بس انت يعني ما شاء الله ما شاء الله عندك اخوات كتير، انا بقى ما عنديش غير كيمو بس. ربنا يخليه لك يا اختي. بس امك دي باين عليها طيبه قوي، ابوك ده باين عليه دنيا قوي، هو طلقها ليه؟ اختي عندها السكر والضغط والرئه عليها ميه وضغطها عالي. يا خبر اسود ومنيل، هي ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش صحه يا اختي، خلاص ما بقتش نافعه. المرة الجاية وانت رايحة المستشفى بقى بتاخديني معايا. ايه ده يا بنتي؟ تفتكري مين؟ يا خطيب! ايه بدل واد كيمو؟ اه اوعي يكون المتنيل اللي تحت ده شايف؟ ولو شافني يعني الله يحرق. شفت يا بنت ان ليكي اخ بمليون راجل؟ كيمو ده قمر قمر. جايب لكم غطا زياده عشان الدنيا بتبقى برد بالليل. وانتوا هتضغطوا ازاي؟ بقول لك يا عسل ايه؟ قال البت زينب بتنام فين؟ مع توتا. ايه الذكاء بتاع اهلك ده؟ ما بسالكش مع مين، بسالك فين؟ يا اخي يا اخي افهم بقى، هو مش عايز يقول لك، مش فاهم ولا ايه؟ فاهم طبعا، بس لما هو يقول لي احسن ما نعرف بنفسي، ولا ايه يا عسل ايه؟ مالكش دعوه بيها. وانت ايش عرف اهلك ان حد غيرنا مش هيلاقيها؟ مش احنا اولى بيها يا عسل ايه؟ انت عايز منها ايه بالظبط يعني؟ هكون عايز نفس اللي بعوزه من الازازه دي. يا اخي حرام عليك يا اخي، البنت مستأمنة على روحها، ده بدل برضه ما تحميها. اه هو مين اكبر واحد في القعده دي؟ حد فيكم طلع له شنب غيري؟ حد فيكم حاسس باللي انا حاسه دلوقتي؟ انا بموت. وبعدين بقى ما سيبها في حالها يا اخي. طب ما تعلي صوتك كمان يا علي صوتك يا كمان. يا لبيسه لبيسه افهم يا لبيسه، كيمو كان مخبي عليك زينب من الاخر قريبته. قريبتك؟ اه قريبتي. اه ماشي، بس لو قريبتك بقى روح امك يبقى ترجع لاهلها احسن، لانها لو سلمت مني مش هتسلم من غيري. جرايه لبيسه، يعني هي سابت اهلها بمزاجها؟ حد اختار الشارع ده بمزاجه؟ انا اخترت الشارع بمزاجي وبحب مزاجي، وهي داخله ومعششه في مزاجي. بقول لك ايه، هي قريبتك قوي؟ ده خربان يا عم. تعال تعال سيبك منه سيبك منه. تعال ماشي يا زينب، هجيبك هجيبك. هتوكي وهتعمل ايه لما يجي بالليل؟ ومين قالك بقى انه لما يجي بالليل هيلاقيني اصلا؟ طب لما يجي الصبح يا اختي ده مش هيسيبك. هبقى ارجع له ال10 جنيه بتاعك. وخدتيها لي من قصدك؟ اهو خدتها وخلاص. انت مالك ده؟ ايه القرف؟ خدتيها وخلاص. ال10 جنيه يا اخويا، راجل طيب ومقتدر وابن حلال، الدهاني ايه؟ عايز حاجه؟ لا مش عايز، بس مش فاهم بس انت اللي مزعلك يا عسليه. عندها كرامه بتفكر ترجعها لي. ترجعها له ليه بقى؟ عشان ما عرقتش بيها، ما هو انا بقى لازم اعرق عشان اقبض. يا روحي جرايه يا بت. انت بتتكلمي جد؟ اه ده انت غاوي يا شقه بقى. وانت غاوي ايه يا اخوي؟ غاويك يا عسليه. ما تلم نفسك يا ده انا لميمه على الاخر اهو، ومن ساعه ما الواد قال لي انك قربت وانا ما بنامش. انت قربت الواد كيمو بجد؟ جرايه لبيسه، مش انا قالك انها قريبتي؟ بتسال تاني ليه؟ عشان ما عرفتش يعني هتقرب لك ايه؟ وبينها ولا هي كمان تعرف؟ ولا ايه يا عسليه؟ يعني نجيب لك مصحف نحلف لك عليه؟ هتحلف على ايه؟ انت عايز ايه الصبح؟ قريبتك؟ ايوه زفت قريبتي. تقرب لك ايه؟ ابن خالته. ده اليوم ده اكل من اوله. انتوا اللي جابكوا هنا؟ انتوا منطقتكم؟ جايين تقطعوا علينا عيشنا؟ اعمل بيهم ايه بقى ان شاء الله؟ تكلمي المحامي بتاعك المتر او النص متر عشان احنا قصيرين زي بعض يعني. بس انا شقطته في الاشاره، مز حطاه في ودنها وعماله تلوك تلوك تلوك، وقمت انا ساعتها شقطته وجريت. بس رميته انا بقى ساعه لما الكبسه جت رحت رميه على طول. مبسوط قوي، ده انت حرام يا شيخ. وانتي ايه حضرتك؟ بيعت مناديل. يا سلام، مش مكسوفه؟ انا اللي اتكسف.
قال على رأي المثل اللي اختشوا ماتوا. يا بنت لازم يكون لك شغلانة نظيفة تعمليها، مناديل بقى والقرف دهوت. ليه؟ لازم يكون لك شغلانة تأكلك عيش. أنا يا أخويا ما بسرقش وما بغلطش وببيع مناديل. مبسوط على كده؟ ممكن تسكت شوية بقى عشان أنا عندي صداع. طب أنا ليك عندي حاجة بقى عشان الصداع دوت، برشامة قد كده، شوية حشيش على نملة على خشب هتروقك، هتعمل لك دماغ نجف نجف. وبعدين بقى أنت هتسكت ولا لا؟ خلاص بشوقك. ما تعرفش قابضين علينا ليه؟ ما تخافيش يا بنت أنا جنبك، والله العظيم ما هسيبك. في إيه؟ جنبي ده ايه يا جدع انت؟ وانا اعرفك ده ايه تلاقي حجتك دي؟ طب ويمين بالله لو ما سكتت لاكون ضربك بالشبشب ده على بقك. جاتك نيله. وبعدين بقى؟ جاتك 60 نيله يا زينب. وعرفت اسمي كمان؟ ايه اللي عرفت اسمك؟ ده احنا كنا اكلين شاربين متخانقين متصالحين مع بعض. ايه؟ تفكراني ولا يا بت؟ جاتك نيله. الواد رينجو؟ اه رينجو. ايه يا زينب اخبارك ايه؟ زي ما انت شايف يا اخويا. البنت اختك راويه ما تعرفيش حاجه عنها؟ ابدا يا اخويا. معلش ربك يقرب البعيد. بنتي يا راويه، ايه اللي صحاكي؟ انت برضو ماشيه يا بنت؟ عايزه ايه؟ ما قلتلك تعالي معايا. طب ونسيب العيال دول لمين يا راويه؟ قلتلك نرستق حالنا وبعدين نرجع ناخدهم. ونرستق حالنا ازاي واحنا اتنين بنات كده لوحدنا؟ اوه انت بنت عيال وهتقرفيني معاكي. انا هعرف ارستق حالي كويس. خليكي انت بقى في الذل والمهانه بتاعت ابوكي ومرات ابوكي دي. طب وحياة امي لو قعدت في البيت ده لاكون قتلها وقتلاه عشان يفرح بشبابه النغه اللي طلع امي عشانها. لو عامله على فراقي قومي البسي وتعالي معايا هستناكي. طب والعيال يا راوي هنعمل فيهم ايه؟ خلي بالك من نفسك. اوعي تفتكري ان انت مكمله في البيت ده. لا بقولك ايه، دي نمره التليفون اللي انا هبقى فيها، نمره الكوافير اللي انا هشتغل عنده، بيكلميني لو اتلطمتي. بنتي يا رب هتوحشيني يا اختي. مش هيروقوا لما البت راويه دي تخش لي اوضتي تعتذر لي. لو ما حصلش اعمل حسابك بقى يا اخويا، لا هتقرب لي ولا هتلمسني غير في الحلم يا استاذ، وهتنام هنا. البت لو ما دخلتليش حبت على راسي واتاسفت لي، ابقى اقعد معاهم يا اخويا هنا بقى ونسوا بعض، فهمني؟ انت اللي مقويها يابا ودايس علينا، هتروح من ربنا فين؟ منك لله يابا، منك لله. اخرسها يا بنت. لا مش هخرس، انت ظالم ومفتري. منك لله يابا، منك لله. طب انا هطير عيشتكم بقى، انا هعرف اوريكم لله دي انتوا ايه. انت وهي امي فيس يا بنت اعتذري لمرات ابوكي. اعتذر لمين؟ انت مش شايفها بتشدني من هدومي ونازله فيها ضرب. قومي حب على راسها. انا مش هروح، ان شاء الله اموت بس مش هروح. هتروحي لها هتبوس رجليها لو طلبت. ده انا ارمي روحي من الشباك ولا اني اروح. قبل ما ترمي روحك هتكوني بس تضرب رجليها. قربي اعتذري. تحيه ليكم على راسي كلكم، والا هكون دمعكم كلكم. قربي هنا، قربي جايبها لك لحد عندك تبوس رجليك لو عايزه. حب على ايديها يا بنت. خلاص خلاص مش مهم، يلا امشي يلا. استني يا بت. انت يا بت مش بتشتغلي عند الكوافيرات وبتعملي اكله دور وبتظبطي الضوافر؟ عايزاها تظبط لي ضوافري. من عينيا. روحي يا بت هات العده.
يلا يا بنت. تؤمر بحاجة تانية يا جميل؟ ما خلاص بقى يا جميل، ليه التقل ده؟ هو أنا بتزوق ليه يا راجل؟ مش عشانك. يا سلام، أنا إذنك يا جميل. يلا يا بنت. احمد السقا والقمر صاحبه. الله اكبر، براءه يا جدعان، احنا مش في الاحداث، شكلنا هنطلع في التلفزيون يا عيال. الواد محمود اللي بيقف في الزمالك مجهوده في برنامج وادوله 20 جنيه. بتقول كام؟ 20 جنيه. والله لو الموضوع كده انا مش طالعه في حته. يا اختي ما تروحي بتاخذي ال 20 جنيه ده، احنا بنطلع رحنا عقبال ما نجيب 50 قرش. اسمعوا بقى، انا مش هقعد زي الحيوانات ويتفرجوا علينا. اذا كان في حد معيوب فينا يبقى اللي رمونا في الشوارع وسمونا اولاد الشوارع، هم اللي معيوبين مش احنا. طبعا احنا عارفين ان وجودكم في الشارع ده مسبب لكم معاناه، فقررنا ان احنا نجمعكم كلكم، نسمع منكم، نعرف ايه المعاناه اللي عندكم، يمكن نحاول نساعدكم. هنساعدكم باننا نشغلكم بحاجات ممكن تغيركم من جواكم، يعني مثلا لو مارستوا الفن ممكن نظرتكم للحياه تختلف تماما. بس اللي يهمنا دلوقتي نعرف انتوا شايفين الدنيا ازاي. دي الام بتقول ايه؟ شغور. نورا كانت بتسالكم شايفين الدنيا ازاي؟ مين يحب يجاوب؟ كل واحد فيكم هياخد ظرف فلوس، وانا بقى هوزع على كل واحد نصيبه قبل ما نبدا. اللي خلاك تبتدي كده يا اخي؟ عشان ينجزوا، ما لو ما خدوش فلوس مش هينجزوا، هيقرفونا. لا مؤاخذه باشا، الواد اللي قاعد اخر واحد ده هناك، اخر واحد ده اخويا انا بقى لزق دوت. الظرف بتاعه بقى لا مؤاخذه انا اللي هاخده له، علشان هو الفلوس بتاعته بيوقعها على طول وامي بتقعد تدعي عليه. هو اسمه ايه؟ اسمه رجب. يا رجب، الفلوس بتاعتك مع اخوك، وانت اسمك ايه؟ رينجو باشا. احنا حاطين قدامكم ورق ابيض والوان، عايزينكم ترسموا وتعبروا عن الحاجه اللي جواكم. واللي هترسموه ده احنا هنشتريه منكم ونحطه في البحث بتاعنا. وعلى فكره احنا لازم نقول لكم ان احنا بندرس في الجامعه الامريكيه، واخترنا اولاد الشوارع علشان يكون موضوع البحث بتاعنا، فعندنا كام سؤال كده عايزين نساله لكم. عايز تسال ايه يا باشا؟ على فكرة احنا اتقابلنا قبل كده. اللقا نصيب يا بيه. وهي اخبارها ايه دلوقتي؟ مهجة؟ معرفش، ما احنا سيبنا المنطقة. مهم جميل. وانتوا سبتوا المنطقة ليه؟ نصيب يا باشا. اصل الواد لبسة كان بيضايقها، والغفير الداني كان بيطلع عينينا عشان ياخد 50 قرش أجرة المكان، وكان بيذلنا لو ما دفعناش يوم. نورة، في مرة الواد لبيسة دخل يتهجم علينا واحنا نايمين، قامت زنفحت فمن رمل وقمنا جرينا. لا مؤاخذة يا بهوات، مش عايزة تصور. يا بنت مش فاهمة حاجة، ولا فاكرة نفسك في رحلة ولا إيه بالظبط؟ بنقول لك بنعمل عليكم بحث، يعني لازم تتصوروا. لا يا باشا، مش لازم، مش لازم أتصور، مش لازم تعمل بحث أساسا. هو أنت في حاجة مضايقاكي؟ سيبك منها يا باشا، أنا هقول لكم على كل حاجة. إحنا بنبص على مرة مهجورة، أما البنت زنب دي. بقولك ايه يا ابله نوره، مش هتصوريني؟ انا بقى ببيع مناديل مع زوزو، اما الواد كيمو بيبيع فوط، اما بقى زازا بيلمع العربيات، اما احنا بقى، اما الواد لبيسه بيبيع حته دين لعب، لعب لعب جميله قوي. حرامي حرامي، مالكش عندي حاجه. يا اوعى انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ الله. انت ليه مش مبسوطه؟ عشان مش عارفة أعمل حاجة، كل لما أجي أعمل حاجة أفتكر أمي. أمك مالها؟ مرمية في المستشفى، لما كنت سايبة في الشارع كنت بروح أطل عليها كل شوية، إنما من ساعة ما حبستونا مش عارفة أشوفها. ليه؟ عندها إيه؟ قول ما عندهاش إيه، ده عندها أمراض الدنيا كلها يا بيه. هو يعني ما ينفعش تسيبوني نص ساعة بس أروح أطل عليها وأرجع لكم؟ ينفع يا بيه؟ نورة. نعم. عايزك دقيقة ولا راجعلكم. عايزك في مشوار كده. مشوار ايه؟ زينب امها في المستشفى وبتقول انها عايزه تزورها، بفكر ناخدها نوديها. ايوه بس ممكن تكون عامله عليك فيلم علشان تهرب. خلي بالك يا طارق، انت ماضي تعود على نفسك، هي ممكن تعرضك لخطر. خلاص تعالي معايا، اقعدي في العربيه وانا اطلع معاها رجلي على رجلها، تشوف امها وتنزل معايا. طب تفتكر يعني لو عملنا كده
ممكن تبقى كويسه وتتجاوب معانا. انا بيتهيألي ده هيفرق معاها كتير. وبعدين بقى حته انهم حاسين ان هم محبوسين مش عاجباني. لازم نفكر لهم في حاجه. خدي يابا خدي. بسم الله. مش عايز اكل. خدي ده حلو. فين زينب؟ ده انا سايباها في البيت مع البت غدا وهم. بتكدبي يا راويه كده بس يابا؟ ايوه زينب كانت عندي من قريب وما تعرفش حاجه عنك خالص. اصل انا سبتهم. مش انا اتجوزت. اتجوزت مين يا بت؟ اتجوزت راجل طيب قوي. مسيرك هتشوفيه ان شاء الله. بيحبني ومهنيني ومستتني. يا اخويا عامل معروف. الراجل هيموت مني، عايزه ادخله المستشفى. يا ست انا اعمل لك ايه؟ بقول لك مفيش مكان. اي سرير، شوف له اي سرير ابوس ايدك. يا ست ابوس ايديك انت، بقول لك مفيش مكان. اطلع بيها لاي حته. ما كانش في داعي يا باشا تيجي معايا، ما كنتش ههرب يعني. على فكرة أنا ما كانش قصدي كده. أنا بس بطمنك يا باشا. ادعي لي بس أمي تكون لسه عايشة. ازيك ياما؟ زينب ازيك يا دناي؟ وحشتيني. وحشتيني يا بنتي. معقولة؟ راوية وبعدين أنتِ؟ لا ده أنا كده هيجرى لي حاجة. بعد الشر يا حبيبتي. هي راوية كانت هنا؟ ووصيت على إخواتك. وبوصيك انت كمان، وقبل ده كله بوصيك على نفسك انت. اسكتي. راوية اتجوزت. هي قالت لك كده؟ بتكذب مش كده؟ لا اتجوزت. يا بنتي بقى اللي بتكذبي يا زينب. انتوا ما تعرفوش حاجه عن بعض خالص. ابوك ازايه؟ بدأ عليه ليل ونهار، ولو كان كويس يبقى ربنا مخبي له متجمد قوي. انا معرفش حاجه عنه. انت سبتيهم؟ ما تقلقيش عليا ياما. ورحت فين؟ بشتغل عند ناس طيبين قوي. ومالك يا بنتي متبهدله كده؟ لا ما انا كفيت على وشي وانا طالعه عشان اجيلك. يا بنتي خلي بالك من روحك واخواتك. هروح لهم بعد ما اطمن عليكي. بقول لك ايه يا زينب؟ خدي يا دنايا، ده كلام ربنا. علقيه في صدرك اوعي تقلعيه عشان ربنا يحفظك. حاضر ياما. ربنا ما يحرمني منك. ولا منك يا دنار. مش كنا نروح ناكل اي حاجه ولا نشرب عصير؟ لا لا مؤاخذه يعني يا اساتذه، انا عايزه اروح انام. عايزه تنامي ولا توتا وحشتك؟ هو انتوا ما بتسيبوش بعض خالص كده؟ ايوه. بص بقى تيتا مش هتنام غير لما اطلع، عماله ترن لي. يلا تعالي هنا يا زينب، واللي عايزه تشتغلي سواقه هكلمك لما اروح. اوكي يلا باي باي يا زيك. باي. اكيد مش عايزه تشربي عصير؟ عارفه احسن واحد بتاع عصير فين؟ فين؟ في الحسين. في الحسين؟ ايوه في الحسين. ايه وانا عشان جامعه امريكيه مش هعرف الحسين يعني؟ بس اكيد هيبقى زحمه دلوقتي مش هلاقي مكان نركب. انا اعرف واحد جامد قوي. بجد؟ فين؟ شكرا. شكرا. عرفتي بقى المكان ده منين؟ ما هو ولاد الشوارع بيجوا هنا بالليل يا بيه. بس ده مكان معروف يعني مشهور. ما هو عشان كده يا بيه بيبقى فيه زباين كتير قوي والرزق بيبقى للركب. بس انا مش شايف اي حد فيهم. ما هو من يوم الكبسه يا سعاده البيه والعيال كلها اتلمت يعني مستنيين الموضوع يهدى شويه وبعدين يقبوا تاني. قولي لي يا زينب، انتوا بتقبض عليكم كتير؟ يوه ياما يا بيه، بس الحق يتقال انا عمري ما اتقبض عليا. دي اول مره. اول مره ايه؟ انت مش مقبوض عليكي اصلا. لا يا طارق بيه، طالما بروح انام في الزنزانه يبقى محبوسه طبعا مقبوض عليا. بس ما تاخدش ببالك احنا واخدين على كده يعني. مش كنت اشتغلتي كان زمانك معاكي فلوس يا اختي اكتر من اللي معاكي. انا نفسي الحمد لله مستكفيه، اللي معايا مكفيني. على فكره يا جماعه لو حطينا كل اللي معانا على بعض هيطلع مبلغ كبير قوي. انا ماليش دعوه يا اخويا، مش هحط حاجه. هتطلب منك حاجه يا بت؟ انا مش
مش فاهمه الكلام. يا اختي كيمو قصده يعني لو حد فينا احتاج حاجه اهو اللي معانا يسد. يا بنت قعده اليهود دي مالك ناشفه كده ليه؟ مش فاهمه والله. يا اخوانا انتوا مش فاهمين، انا اول مره في حياتي يكون معايا فلوس قد كده. تقومي تتسرعي كده. يا ساتر يا رب، ده انا لو خدتهم منك هتموتي. يعني ايه؟ يعني انا اللي بقيت وحشه دلوقتي؟ اتفضلوا الفلوس اهي ما تلزمنيش، واللي تلزمه يتفضل ياخدها. كذا الله يكرمك يا دكتور، عايزين حقنه انسولين. محتاج فيتامينات وادويه اديها له؟ ماشي. ايوه فتحت يا اختي، ادينا صرفناهم يا اختي على صحتنا. صحيح، ما يحسد المال الا اصحابه. وايه؟ لا يا جماعه اصل انتوا ما تعرفوش، انا عمري ما كان معايا فلوس كتير قوي كده. ان انت اساسا شبه الخنفسه الذكر. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. يا جماعه خلاص، ربنا يقدرني واسيبلكوا الفلوس دي. يا اخويا ربنا يقدرك وتصرفنا كمان وكمان، ما هو احنا لو كانت الفلوس باتت في جيبنا كانت هتنحسنا. الحمد لله على صمتك يا زهر، تعالى نقعد شويه يا عم. يا جماعه يا جماعه انا مش ضايقني غير اخواتك يا زينب. اخواتي؟ انت مش كنت هتزوريهم وهتشتري لهم هدايا؟ يا اخويا يعني هما كانوا عارفين عني حاجه ولا مستنيين من ابيض ولا اسود؟ طب انت هتروح لهم امتى؟ هتروح لهم وهتكون معاها هدايا كتير. منين يا اخويا؟ بقول لك ايه، الموضوع ده ما بقاش شاغل دماغي خلاص. مش شغلك؟ مش شغلك ازاي يعني؟ وانت كنت عايزه تروحي لهم وعماله تحكي لي هتجيب لهم ايه؟ ما تفضوها سيره بقى، بركه انك بخير يا زاز. الف بركه يا اختي. ايه يا جماعه، هو كان بيولد؟ ما تفكوها بقى انتوا نكد، ما تتكلمها خنفسه. مش هفكها غير لما تجيب حاجه لاخواتها وتروح لهم. وبعدين بقى؟ طب وحياه امي اللي عمر ما شفتها انك هتروح لاخواتك وهتفرحيهم بهدايا عمرهم ما شافوها. يا سلام على فرخه. بص يا بنت الرز، اما البطاطس دي مش من هنا، بالسم الهاري. ما تمشيش يا بنت، خليكي واقفه كده. لازقين لك، لازقين لك يا جرسون. الله إلهي ربنا يدفعهم يا رب. رب تمشي الاشكال دي من هنا. نقف في زورك يا رب، ما توعى تبلعه. بقول لك جعان جعان. 60 نيله عليكم. امشي من هنا، امشي يا الماما يا ولاد الشوارع. بيقولوا انهم عايزين يجيبوا هدايا لاخواتي. هيجيبوها ازاي دول ومعهمش ولا مليم؟ انا جعانه قوي. وانا كمان جعانه قوي. يا فضحتك يا رينجو في الوسط الاجرامي اللي بعده. اه يعني ما اتمسكناش في الحشيش والبودره، هنتمسك في العرايس والدباديب. انا خايف يبصوا عليا. ما تجمد يا عم زي الفرح كده. يا عيال عمي حمري متروسه، خش يا جد. اه بسرعه، استنى افتح بسرعه. انا هسرع 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 عم الكتكوت اللي اشتغل ده. انا نمرت يا حبيبي الساعه 11، يعني لسه قدامي تلت ساعه. ويكون في علمك مش هتلاقي رقاصه بيرفكت في موعدها زي في الدنيا. ده انا مسميني بلبله شرب، يعني مظبوطه بالساعه والدقيقه والثانيه. بالراحه يا منيل على عينك، انت مصرب على ايه؟ يا دي الليلة السودة يا بيه، والله العظيم تلاتة كان عدى الشارع خلاص. ولما رجع يا عيني أمه عشان ياخد الحاجة اللي وقعت منه وعشان قضاء بقى، هو في حد بيهرب من قضاء يا بيه؟ صدقني يا باشا، أنا سواق 100 100، ولا عملت حادثة ولا عملت مخالفة. ده في ثانية يا باشا، وأقل من ثانية رجع ياخد اللعب بتاعته. حصل اللي حصل يا باشا. واللعب ده يا بيه سرقها من العربيات من الجراج اللي أنا حارسه. الواد مات خلاص، ما تجص عليه غير الرحمة. وبعدين حاجتك دي بكام وأنا أدفعها لك؟ يا بيه يا بيه والنبي يا بيه، اتأكدت إن كيمو مات يا بيه؟ اتأكدته خالص يعني يا بيه؟ دلوقتي أنا عايز أعرف كل واحد فيكم بيعمل إيه وبيشتغل إيه
وجايين منين اصلا؟ كيمو مات. كيمو مات. كيمو مات يا رينجو. كيمو مات يا اخي. هنقول لي ايه؟ هنقول لي توتا وزينب؟ هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم كيمو مات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا محمد، محمد. تمام يا فندم. هات ازازة ميه وكوبايات يا ابني. حاضر يا فندم. قولوا لي بقى مين توتا وزينب دول؟ توتا دي اخته يا بيه، وزينب دي قريبته، بنت خاله او بنت عمه. انا اللي قلت له عليها قريبته عشان كان في عيل اسمه لبيسه بيتقيها، هو كان محافظ عليها، محافظ عليها، وهي كانت محافظه على اخته. يا بيه احنا ولاد شوارع يا بيه، ولاد شوارع، بس كنا محافظين على بعض، بس ما عرفناش نحافظ عليها يا بيه. ابوس ايدك كده، ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك يا بيه، والنبي يا بيه اشوفه مره واحده، اشوفه اخر مره يا بيه، والنبي يا بيه يمكن يكون عايش، ان شاء الله هيكون عايش، ان شاء الله هيكون عايش. اصل انا بتجيلي نبض السكر وبيغمى عليا، بيفتكروا ان انا مت، ما تقولوا يا عم، ان شاء الله يكون عايش يا بيه، والنبي ان شاء الله يكون عايش، النبي اشوفه مره واحده، ابوس ايدك يا اخي، اشوفه مره واحده. يا صحو، انت توتا؟ انا زين. يبقى انتوا تهتوه؟ في ايه يا بيه؟ ايه يا بيه اللي حصل؟ والله ما عملنا حاجه يا بيه. في ايه يا بيه؟ يا بيه والنبي يا بيه. طب اوعى ايدك كده، ادخل انا. ما تخافش، في شهود كتير هيشهدوا ان هو اللي غلطان، وبعدين حته انه كان بيسرق وبيهرب اللي سرقه، هتاكد انه كان بيجري من غير ما يبص، وبعدين انا هقوم لك محامي، ما تقلقش. انا ما بقاليش غيرك. شدي حيلك، اعملي معروف. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتوا مش هتاكلوا ولا ايه؟ ده طارق بيه موصيني وقال لي لازم ياكلوا وإلا هيزعل قوي. خدي يا بنت اشربي. خد يا بنت المبلغ ده على شانك، بعد ما تاكلوا وتشربوا بالهنا والشفا هسوا مستني بره، هياخدكم يوصلكم لمستشفى مديرها صاحبي راجل طيب قوي اسمه الدكتور فؤاد، انا كلمته ووصيته عليكم. هيحضر لكم اوضه هتقعدوا فيها كام يوم، نايمين واكلين شاربين لحد النيابه ما تاخد اجراءاتها والتحقيق ياخد مجراه. انت هتعملي ايه؟ عشان خاطر ربنا يخليكي. ربنا ياخدك انت يا اختي، في ايه؟ عشان خاطر الراجل زمانه طالع. وانت عايزه ايه؟ اعملي معروف، سيبيني اظبطك. تظبطي ايه؟ شك تظبيطه في عينك. ربنا يسامحك، عشان خاطري هحط لك، يعني هحط يا ستي ولا خاطرك ولا خاطري، مش عايزه احط حاجه، انا مش عايزه. بلاش روش، حطي حاجه في عينك عشان خاطري. خزق عينيك الاثنين، اوعي، مش عايزه احط حاجه. هحط لك، يعني هحط لك يا ستي، ما تسيبيني في حالي، سيبيني في حالي، مش هحط حاجه عشان خاطري والنبي. يا خراشي ما تسيبيني في حالي يا ستي، عشان خاطري بس حطي حاجه، لازم تحطي. مساء الخير. الاستاذ جاي يزوركم. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. شكرا. عاملين ايه؟ الحمد لله. ازيكم؟ الحمد لله. عارفه ازيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ الالف يعني احبك، والزين زي الهوى، والياه ياه، والكاف كنتوا فين من زمان؟ انا الصراحه يعني ما سمعتش الكلام ده قبل كده. وانا كمان اول مره اسمع كلام زي ده. وانا كمان اول مره اقول كلام زي ده. ايه، هو انا جاي انكد عليكم ولا ايه؟ لا اصل يعني، اصل الصراحه يعني مش واخدين ان حد ممكن يزورنا، وخصوصا يعني حضرتك. لسه بنقول ان ملناش حد، بس بصراحه ما جيت حضرتك دي حاجه كبيره قوي عندنا احنا. ربنا يخليكم لبعض، بس انا لو باجي انكد عليكم بقى انا ممكن امشي وما اجيش تاني. لا لا خلاص.
بس انا كنت عايز اعرف من حضرتك حاجة. عايز تعرفي ايه؟ لو حبيت في مرة ان ازور كيمو، حضرتك ما تعرفش دفنوه فين؟ بصراحة ما اعرفش، بس ممكن اعرفلك. ألف سلامة باشا. طريقك أخضر. ها إيه رأيك؟ يعني مش بطال، بس ياك تكسفوني. يلا. ما انا اشتريتها لك بالفلوس اللي انت اديتهاني، كنت عايز اشتري لك حاجه وخلاص. عن اذنك. حط نفسك مكانها. الناس دي كل ما تحب حد وتتعلق بيه لازم يفترقوا عن بعض. هما اصلا افترقوا، بعدين احنا لو رحنا لهم مره ممكن ما نقدرش نروح لهم المره التانيه. ليه عايزهم يتعلقوا بينا؟ ليه عايز نضايقهم؟ بعدين انت ما شفتش كانت بتبصيلي ازاي وانا جايبه لها هدوم؟ كاني قشايه وتعلقت فيها. انت ممكن تكون مسؤول عنها يا طارق. انا بصراحه يعني اكيد لو اقرر اني اكون مسؤول عنها استحالة أسيبها. ألو سابين؟ هو أنا يعني اللي قلت له تعالى؟ مش هو اللي جه وخدني عشان أشوف إخواتي؟ أنا اللي قلت له أنا عايز أشوف إخواتي ولا هو اللي جه؟ ولا كونش يا بنت أنت اللي قلت له يجي؟ والله يا أبدا. أمال إيه بقى؟ أمال عمل كده ليه؟ اشمعنى احنا يعني اللي بيحصل معانا كده؟ اشمعنى احنا يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يا زينب اهدي يا حبيبتي، معلش عشان خاطري. حاضر يا اختي، زينب هتهدى كل حاجة. معلش يا زينب، معلش يا زينب، ملعونة أبو زينب. ازيك يا سعيد؟ أستاذ طارق. ازيك يا ابني؟ الحمد لله. أقدم لك الأستاذة نورة. ازيك يا سعيد؟ تسلم يا ست الكل. ما سالتش على اخويا؟ سالت وهو لسه زي ما هو محبوس. والد اخويا ما عملش حاجه. انت ليك اهل يا سعيد؟ امي عايشه وانا بمشي من المطرح ده وبروح لها. بتمشي بس اوعى تتوه. لا ما انا حفظت الطريق، بس بقعد في الشارع شويه. ليه كده؟ انت مش بتنام هنا وعم فتحي بياكلك كل يوم؟ ده انا لسه عايز اوديك المدرسه يا ابني. ماشي يا باشا، لما انا اقعد هنا اكل واشرب وادخل المدرسه امي هتموت من الجوع هناك. مش انا عامل لك شهريه وبديك مصروف؟ ماشي يا باشا، الشارع رزق واسع، وانا الصراحه مش عايزه اسرح يا اخواتي البنات. والد اخونا ما كانش حرمنا من حاجه. امي عماله تورول في البيت وتقول هو مات ومصممه تروح له القسم. لا اوعى تروح له القسم. ليه بس يا طارق ما تروح له؟ يمكن تصعب على الضابط ويخليها تاخده وتروح. تصعب على مين؟ لا لا لا، بقول لك ايه، فهمها انا لا انت ولا هي ولا اخواتك يروحوا القسم خالص، مالكوش دعوه بالاسام. اقعد فين يا راوي؟ معلش يا اختي ما كانش لينا غير، ما كانش قدامي غير تحيه او الشارع او هو. يبقى هو افضل. حقك عليا يا اختي. ولا يهمك يا اختي. بنتي يا زين،
انت تعرفي ستارق به من ايه؟ طارق بيه؟ وانت عرفت بيه؟ يا سناء هانم تبقى زبونتي. سناء هانم مين؟ ام. يو انت تعرفي طارق بيه وما تعرفيش امه؟ طب وانت عرفك يعني ان طارق بيه عرفني؟ ما انا شفته معاكي وانت بتزور امك في المستشفى. رحت سالت اعتماد دي الشغاله اللي عنده. ايه اللي هو بيعمل ابصر ايه؟ بحث عن ولاد الشوارع. صح يا بنت. بقيتي من ولاد الشوارع؟ ايوه. راضي يا زينب؟ وانتي بقيتي ايه؟ انا بقيت من ولاد الشوارع. انتي يا راويه بقيتي ايه؟ خلي بالك من نفسك يا اختي. بنت يا زين انا مش عايزه حاجه. خدي يا بنت. خدي ما تكسفينيش بقى يا بنت. خدي. طب ممكن اقول لك حاجه يعني بس ما تتضايقيش مني؟ قولي يا اختي عايزه ايه؟ هو ينفع يعني لو شفت الاستاذ طارق تاني مفيش داعي يعني تقولي له ان احنا اخوات؟ ليه؟ ما هو ما ينفعش اختك تبقى بنت شوارع وما ينفعش تبقي كده واسيبك. خلاص يبقى الافضل ان احنا ولا كاننا نعرف بعض. التهم عليكي. ارمي انت اللي في ايدك. انا حياتي ما بقتش باقي عليها. يعني مش همي؟ نهار اسود اللي جابتك في الكورة. لا حول الله يا رب. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تخافيش. البنت دي مجرمة وقليلة الأدب وتهمتها آداب وجابوها هنا غلط وأكيد هيرحلوها لحتة تانية. يعني أديكوا شفتوها هي كانت بترد إزاي. انا ما عملت لهاش حاجه الا لما قلت ادابها. ما انتوا كنتوا واقفين وشايفين. وبعدين يعني انا مش وحشه قوي كده. يعني ممكن يكون كان طالع سمعه على المكان ده بس ده كان زمان. دلوقتي في رقابه وفي حقوق انسان وبيشددوا على عدم استعمال العنف. انا كنت جايه يعني اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. خلي بالك انا هنا علشان انت تسالي وانا جاوب. يا سلام. هو حضرتك هنا عشان كده؟ طبعا انا والشرطه بس احنا اكتر. شفتي انتوا مهمين قد ايه؟ شويه شويه هنتخانق عليكم بس هما هيكسبوا. هما مين دول؟ الشرطه هنا سجن. عارفه يعني ايه سجن؟ عارفه. ما هو ده بقى السؤال اللي انا جايه اسال حضرتك عليه. لما هنا سجن انا تهمتي ايه عشان اخش السجن؟ انت مش عارفه؟ لا طبعا ما اعرفش. طب انت كنت عايشه فين؟ في الشارع. وجايه منين؟ من الشارع. واهلك مين؟ الشارع. طب خلاص يا زينب يعني الملف اللي انت جايه بيه. لا استني بس يا بلا تهاني اما افهمك كده واقول لك. انا ما تقبضش عليا عشان اجي هنا متلبسه ولا عندي قضيه. انا هحكي لك على كل حاجه الحقيقه يا زينب بيقسموا هدومنا. ايه يا بنت الجمال والحلاوه دي كلها؟ ايه انت كنت شغاله في حل ولهفتي ولا ايه؟ طب يا اختي كنت تجيبي مقاسات اكبر من كده، كنت تعملي حساب اخواتك. احنا سبناكي امبارح تستريحي، النهارده بقى مش هنعتقد. الله 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 الله، مالك يا بت؟ مالك لو يالنا بوسك كده ليه؟ فكيها شويه ولا اقول لك احنا هنفكك. يا بيا عليكي، ده انت طلعتي بنت قطنه وكايبه كتكنيله. هي ما بتردش علينا ليه؟ انا هطقها لكم. وانتوا بقى اسم الله ورثتوني بالحياه ولا ايه؟ وفي العن من كده. تحبي تشوفي؟ خلاص خلاص يا نجوى، قلبك ابيض، دي باين عليها بنتي. يا باي سم. وانت بقى جنس ملتك ايه يا حلوه؟ احنا يا حبيبتي مهرحين ونغشين،
لكن انت من ساعه ما قلتي علينا وانت جوزك مترين، ولو مش عاجبك المكان ده شوفي لك غيره. انا اسفه يا اختي معلش، بس ما اعرفش ان دي لقنده ابوكي. جرى ايه يا بت؟ انت هتقلبيها لنا غم ولا ايه؟ لا يا اختي غم على ايه؟ غم على دماغاتك انت وهي. سيبي اوعي هاتي كلها هتكوني. سيبي جرى ايه يا بت؟ انت يا بت مالك داخله مستعفيه علينا كده ليه؟ تعالي بقى فهمي، اللي بيدخل عندنا هنا بيدخل ومعاه الزياره، انت بقى عايزه تهلي علينا كده بايد فاضيه؟ طب ده لولا الزياره دي كنا كلناكي. احمدي ربنا بقى ان لقينا معاكي حاجه، واهدي بالله كده عشان تصاحبينا ونصاحبك. انا بقى هستكفى بالحته الزفره دي، وانتوا بقى كل واحده فيكوا عايزه اي حاجه تيجي ورايا عشان تاخدها. معلش معلش يا زينب. دي باين عليها هتبقى ايام سودة. لازم ابلغ عن اهلك. يا ابله تاني هو انا جايه لك عشان تودي اهلي في داهيه؟ لا لا خلي بالك، اهلك هم اللي ودوك في 60 داهيه وداهيه كمان. معاكي حق، بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا ممكن اهرب زي ما بهرب كل مره. لا لا ما تقوليش كده، لو قلت الكلام ده لازم ابلغ عنك فورا. حلو قوي، بلغي عني بلغي عني عشان ما اطلعش من هنا. انا جايه لك عشان ما اطلعش من هنا. ما ينفعش، لازم اكتب مذكره وتمضي عليها، واول ما تخرجي اقرب اسم تروحي تبلغي عن اهلك. يا ابله تاني ابوس ايدك ابوس رجلك، انا لو طلعت من هنا في بلاوي كتيره قوي مستنياني. اعملي فيا معروف. يا بنتي انا ما اقدرش اخليكي هنا وانت خلصتي مدتك. يا ابله تاني الله يخليكي شوفي لي طريقه افضل بيها هنا. طب اقول لك حاجه عشان تخلي مسؤوليتك، سيبيني اهرب وانا هبلغك على المكان اللي انا مستخبيه فيه، وتبلغي عني البوليس ويقبضوا عليا ويرجعوني هنا تاني. مش ممكن مش ممكن اشترك في جريمه زي دي. خلاص بلغي عني البوليس بتهم تعدد الازواج، وانا لسه ما تمتش 18 سنه، يعني مش المفروض اطلع من هنا. يا بنتي دي مش مثبته بشكل رسمي. يا لهوي ما انا بعترف لك اهو. يا بنتي لازم يبقى في اوراق رسميه، لازم يبقى في محضر في الاسم. بس انا ما اقدرش اشتكي اهلي. هو ده الحل الصح حتى لو انت مش عايزه. انا شخصيا ما اقدرش اشترك في المسلسلات دي. يا بنتي خلاص اخرجي واتكلي على الله وسيبي توكالك على ربنا. بنتي صباح، انت يا بنت مش عايزه تخرجي من هنا؟ انت سمعت يا زين، لو خرجت هتحصل مصيبه. طب واللي ما يخرجكيش من هنا؟ صحيح والنبي يا زينب. طب ازاي؟ قالي يا وشي شرحتيني، قولي لي شرحت زي ما شرحتيني. وانت لسه شفتي حاجه؟ طب انا هقطعك. الحقوني يا ناس الحقوني. حصل خير يا جماعه؟ معلش يا زينب بقى. حصل ايه يا اختي؟ اصرفها منين؟ حصل خير دي يا اختي اصرفها منين؟ انتوا ما انتوش شايفين ولا ايه؟ مش شايفين ده ايه؟ ده دم. دم ده ولا مش دم؟ دم يا اختي، دم للركب يا اختي. ايوه يا اختي. تعالي معلش يا ولاد ايه؟ انا عايزه افضل تاني فين افضل تاني؟ انا عايزه حقي يا بلا تهاني، عايزه حقي، وانا كمان عايزه حقي ومش هسيب.
انا اللي هتكلم. انت بتستهبلي يا بنت انت وهي؟ حطالي مكركروم على وشك وبتقولي عليه دم؟ انت بقى مش عايزه تخرجي؟ جديده دي، فكراني هحجزك بتهمه ضرب واحداث شغب، مش كده برضو؟ وانت عامله معاها تمثيليه؟ ما انتوا ما بتمرش فيكوا، حتى لما جبنا لكم واحده طيبه عشان تعملكوا كويس برضو ما بتمرش. شوف شطارة البنات، كل واحدة فيهم ليها يوم للنظافة، وكلهم بقى كلهم بيعملوا مسابقة علشان الحكاية دي. مالها بقى الحمامات؟ كنت بتقولي محتاجة صيانة. لا فعلا، اتفضل حضرتك شوف بنفسك. يا فندم ده متهالك جدا. فعلا حاجة تقرف يا فندم. البنات ما اشتكوش من حاجة ابدا، بس فعلا المكان محتاج صيانة. هو مش في ناس بتبعت هدوم تبرعات؟ يوهو كتير قوي، ده احنا شوية شوية هنفتح محل. طب ما تشوفي لها حاجة تلبسها بدل المنظر اللي هي فيه ده. ما هي عندها يا فندم، بس علشان هي بتنظف دلوقتي. زوزو بعد ما تخلصي ابقي غيري هدومك ولبسي حاجة نظيفة. ايه تاني اللي بايظ؟ مفيش يا فندم. انت بتدعاكي البلاط بايه؟ بفرش، فرشة بلاط. هي ما بتعرفش تتكلم؟ لا بتتكلم. ما ترد يا زوزو. فرشة. شكلها ايه دي؟ اهي. ودي بتنظف؟ هي دي الموجودة هنا. انا بسألك بتنظف يعني؟ ايوه بتنظف. امال الحمامات بتفضل وسخة ليه؟ ولا انتوا واخدين على كده؟ يا فندم في ايه بس؟ دي زينب من احسن البنات اللي عندي. انت اصلك ما شفتوش بترد ازاي؟ مش دي اللي انت بعتها لي مع اللي اسمها صباح اللي كان مكتوب لها افراج؟ ايوه يا فندم، بس الاثنين ازبل من بعض. لا يا فندم بس معلش، هي كانت غلطه والاثنين اعتذروا عنها. ما شفتش اعتذار، شفت سفاله وقله ادب. مش ممكن زوزو، انت ما اعتذرتيش؟ لا يا حبيبتي، لا لا يا ماما ما تعيطيش، حضره الضابط ما يقصدش. لا اقصد. وخليها تعيط، خليها تعرف وضعها ايه بالظبط. نظفي وكملي اللي بتعمليه ده، على الله تنظفي مع البلاط اللي بتنظفيه. يا نهارك اسود، ايه اللي عملتيه ده؟ ايه؟ دي عهدتي، مين اللي هيدفع لي حقها يا روح امي؟ اوعي كده، في ايه مالك؟ اللي مالي؟ يا الماما يا زبالة البنات، بقى حب يسطرك ويتجوزك ترفضيه انتي؟ ترفضيه يا بنت الشوارع؟ اوعي كده، بقول لك ايه، لو قربتيلي هشرحك، ولو ما قربتليش برضه هشرحك. يا سلام، انا بقى اللي هشرح لك نفسي واوديكي في الضياع اهو. وانت يا ابني جاي ليه؟ انا جاي اشهد يا باشا، جاي اشهد. البنت دي يا باشا كانت بتعاكسني من ساعه ما جت هنا سعاده الباشا، وكانت لماظه كل ما تشوفني تعمل حركات غريبه يا باشا، ترفع الجلابيه تفتح صدرها يا باشا. لا وايه يا بيه، كان عايز يتجوزها ويتستر عليها، وهي اللي ما رضيتش، رفضت يا بيه. اصلها مش بتاعه جواز، ايوه بتاعه حاجات تانيه لا مؤاخذه. وبعدين ايه اللي حصل؟ ولا حاجه يا باشا، قالوا انت سيبها في حالها يا باشا، هي ما سابتنيش، كل ما شفتها يا باشا تلاقيها جدت عليا، ومؤاخذه يا باشا الصنف ده لازم يتجلد، يتعلق سعاده الباشا، بس بصراحه بقى لابله تهاني طيبه زاد عن اللزوم. فسح يالا، سعاده الباشا عارف سعادتك لما جيت تمر في دوريه انت والابله تهاني؟ هي كانت عارفه، دخلت جري عشان تدعك الحمام، دخلت عليها يا سعاده الباشا، لقيتها عامله اوضاع، استغفر الله العظيم، غلط في غلط، بتقلدني بقى نانسي عجرم وهيفاء وهبي وحاجات كده. قلت لها عيب، ده سعاده الباشا بيمر وزبانه جاي. قالت لي ما انا عارفه، انت مالك انت، انا عايزاه يشوفني كده. شفت شفت يا بيه، شفت بتستهوج ازاي؟ ايوه يا اختي، الصلبات الصلبات ده كل مره. انت وبعدين معاك يا ست انت، اخرجي بره. اعمل لك يا اختي كوبايه نعناع. اخرجي بره، اخرجي بره. حاضر يا بيه. خلتني لا ارفع طبله ولا طار. الف سلامه يا اختي، الف سلامه. يلا اتفضلي يا اختي. قدامي عيد طيب.
استاذة تانية طب تدخل. دخل. استنى شوية. تمام يا فندم. عايز اتكلم معاك. طب اطلعي بره شوية يا سيدي. عايزك تسيب لي الموضوع ده. اه. بس انا اللي موجود النهارده. والموضوع جالي. وبصراحة كده ده يمكن من حظها. يا سلام. يا معتز بيه، انت سمعتك وحشة. وفي شكاوي كتير متقدمة ضدك. ما كده. طب بذمتك، احنا نعرف بعض من امتى؟ كتير. يعني أنا يهمني أمرك. المفروض. يبقى ما تزعلش مني لو قلت لك إن هما كان عندهم حق. هما مين دول؟ اللي مقدمين فيك الشكاوي. أنا بقى عايز أعرف إيه حكاية خيرية وعيد؟ وقبل ده كله عايز أعرف أنت جيت هنا ليه؟ وكمان عايز أعرف إيه حكاية سيادة اللواء اللي موصي عليك ده؟ آه، ما أنت واصلة قوي. ها؟ عايز أسمعك. على فكرة السكوت اللي أنت فيه ده مش في مصلحتك. أنت مش خايفة أكتب عن لسانك كل اللي أنا عايزه؟ بس أنا برضو مش هعمل كده لأن ده مش أسلوبي. المهم بقى إيه موضوعك؟ كلميني وقوليلي. إيه؟ هنفضل ساكتين كده ولا إيه؟ طب قولك إيه؟ إيه رأيك نحكي عني شوية؟ أنا مضايقك مش كده؟ وإنت كمان مضايقاني. إيه الثقة اللي إنت فيها دي؟ انت فاكره نفسك جايه منين؟ ده انت جايه من الشارع. ما هو لو جايه من حته تانيه قولي لنا ونورينا بدل الدور اللي انت رسمه ده. رافض بيقول ان اللي حواليك جايز يكونوا خطر عليك، وتاني كمان بتقول كده. طب مش جايز العكس هو اللي يكون صح؟ مش جايز انت اللي ممكن تكوني خطر عليهم؟ انت جايه منين وتهمتك ايه؟ واللي موصي عليك ده موصي ليه؟ برضه مش عايزة تتكلمي؟ أقولك أنا بقى موصي عليكي ليه؟ عجبتي مش كده برضه؟ مع إني يعني مش شايف فيكي أي حاجة عدلة، بس هو عجبتي وخلاص، وبعد كده حصلت مشاكل بسببك فرح جايبك على هنا، صح؟ أنت مش كنت تتجوزي عيد؟ ولا اللي موصي عليكي منبي عليكي ما تتجوزيش حد؟ يمكن عيد مش عاجبك. بقول لك ايه؟ ايه رايك فيا انا؟ انفع مش كده؟ ها؟ قولي لي بقى، لما كنت بتشوفي عيد كنت بتفتحي له صدرك وبترفعي الجلابيه، ما توريني كده كنت بتعملي ده ازاي؟ يلا كده بتعملي ازاي؟ انت عارفه انا كارهك ليه؟ لأنك كدابة. يمكن لو كنت قلت الحقيقة كنت رحمتك وما كنتش ضايقتك. بس على العموم أنا مش هستعمل معاك العنف. رأفت عنده حق. أنا هكون معاك في منتهى السهولة. وريني كنت بترفعي الجلابية ازاي؟ وريني. إيه مالك؟ متخافيش. متخافيش. يلا. إيه؟ عايزة فلوس؟ وماله؟ ها كويسه دي؟ يلا وريني بقى كده وفرجيني، وريني كنت بترفعيها ازاي؟ ما يلا يلا، في ايه مالي؟ خايفه من ايه؟ ايه؟ عايزه اكتر؟ عايزه كام؟ بقول لك عايزه كام؟ Thank you.
ادخل. تمام يا فندم. الصلاة عند مدام تهاني. حاضر. الله يا زينب. هسيبك غير لما تقول الحقيقه، هفضل اضرب فيك واشرقك لغايه لما تقول الحقيقه، حتى لو كنت اتبنيت عليها، مش هسيبك غير لما تعترف، عايز الحقيقه يا، هشرحك وبعدين هقتلك، عملت معاك ايه؟ عملت معاك ايه؟ انت كانت بترفع لك الجلابيه لا؟ لا يا سعادة كانت بتفتح لك صدرها يا؟ لا يا باشا عملت معاك ايه؟ ما عملتش حاجه يا باشا ايه؟ انت عشان رفضت لي يا باشا ورفضتك ليه؟ ما كانتش رادانه يا باشا كمان ما كانتش عايزه تسيب البنت الصغيره اللي جت معاها هنا يا باشا هي اللي قالت لك كده؟ لا يا باشا قبل تهاني اللي قالت كده يا باشا يعني رفضتك عشان كده مش زي ما خيريه ما قالت خيريه ولعت بيه لما رفضتني ولعت اكتر لما انا عيطت يا سعاده الباشا وجرح الدم اللي كان في وشها زينب اللي عملته إيه انت بدل ما نطقك لا 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 سعاده الباشا خيريه اللي عورت نفسها يا باشا هي اللي عورت نفسها وبلت عليها يا باشا وقالت لي هي اللي عورتها يا باشا يعني ما كانتش بترفع لك الجلابيه في الرايحه وفي الجايه ما كانتش بتفتح لك صدرها يعني كانت شريفه وفي حالها صح انت صراحه سعاده الباشا انا ما شفتش زيها يا باشا وده اللي خلاك عايز تتجوزها صح صح يا باشا تعالي يا زينب نسيتي دي ما تبقيش تقلعيها تاني انا عمري ما قلعتها من ساعه مامي لبستهاني عمري ما قلعتها ما تبقيش تقولي لها ان ضايقتك عشان ما تضايقيش عليا انا ما قلتش لحد عايزك تنسي اللي حصل نسيت يا باشا المهم ان انا كمان انسى ما تشيلش في بالك يا باشا اصلها قليل قوي لما بتحصل لي هي ايه دي ان حد يأنب لي ضميري يعني عمري ما قابلت اي حد يستحق اي حاجه في حياته غير اللي هو فيها ولا استحق اللي انا فيه يا باشا لا امشي اتفضلي زينب انا اسف قولي لي ممكن اعمل لك ايه ولا حاجه ولا حاجه يا باشا ربنا يسترك هو انا ينفع امشي من هنا يا فندم سياده النقيب معتز ولي الدين عايز يقابل حضرتك خليه يدخل صباح الخير يا فندم صباح النور نقيب معتز ولي الدين من رعايه الاحداث بعد اذن سعادتك يا فندم هاخد من وقت سعادتك خمس دقايق اتفضل هو في الحقيقة انا جاي بخصوص سجينة عندي اسمها زينب حسين سليمان مالها؟ انا يا فندم عرفت ان سعادتك مهتم بيها بصفة شخصية عشان كده قلت لازم اجي لسعادتك انا فحصت ملفها وطلعت على التحقيقات بنفسي والحقيقة يا فندم انا شايف واكاد اجزم ان التهمة دي متلفقة لها يا سيادة النقيب انا عايز اشكرك بعد اذنك يا فندم انا عايز اعيد التحقيق في القضية دي وعايز اعمل ده بنفسي سعادتك لو قريت اللي مكتوب هنا واطلعت على التحقيقات بنفسك هتعرف ان ممكن انا مش هقرا حاجه يا معتز انا عارف طبعا وقت سعادتك يا فندم بس صدقني سعادتك في اللي بقوله البنت دي مظلومه وانا وعدتها ان هقف جنبها واساعدها طب ممكن اطلب من حضرتك طلب اتفضل بس هو حضرتك مين انا
طارق ابن اختي. اهلا وسهلا يا باشا. اقعدوا. انا عايز حضرتك تقول لها انك قابلتني عند سياده اللواء بالصدفه، وانا كنت جاي اطلب منه نفس الطلب اللي انت طلبته منه دلوقتي. انا بقى بيتهيألي ان بحقق في قضيه سعاد حسني مش قضيه زينب حسين سليمان. الو. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا مدام تهاني؟ انا الحمد لله كويسه. لا الحقيقه انا في انتظار. هم اسمهم ايه؟ زينب وتفيده. حاضر حاضر. شوفي بقى مدام يهموكي اطمني خالص، احطهم في نفس العنبر من عيني ونايمهم جنب بعض. حاضر يا ستي حاضر، اول ما يوصلوا هطمنك على طول. عايزاها اتكلمك؟ حاضر هخليها اتكلمك. مع السلامه. دول بينهم عيال جديده، ما هي المرشحه ناقصه قتله. جرى ايه يا عائشه؟ مالي انا باللي انت بتقوليه ده؟ مالك ازاي؟ احنا شغالين وما قبضناش لغايه دلوقتي، والمفروض نكون هنقبض الحوافز. حوافز؟ شلها يا حوافز، ايش عارفك ان في حوافز يا حبيبتي؟ وهو في شهر يا قبل ما بتمديش في حوافز؟ ايوه يا روحي، انا ما مضيش الشهر ده حوافز. وانت لو بتمدي كان حد شايف حاجه؟ نعم 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 نعم. قصدك ايه يا روحي؟ اقصد اللي اقصده. لا بقى، انا اوراقي سليمه 100%. طبعا طبعا سليمه، بس اللي مش سليم الاغذيه الفاسده منتهيه الصلاحيه اللي بتجيبيها للعيال، واللي مش سليم وصلات الامانه اللي انت مضيانه عليها على بياض عشان تهددينا بيها لو اشتكينا، واللي مش سليم ان انت بتسرحي العيال في الشوارع عشان يجمعوا التبرعات، والتبرعات دي بتحطيها في جيبك انت والشغالين معاكي، واللي مش سليم ان احنا والبنات شغالين عندك بالسخره. ربنا يهدك. مالك يا حبيبتي زعلانه ومبقوقه قوي كده ليه؟ بقولك ايه، انا بقى مش هضيع وقتي معاكي، وكل اللي عندك اكتبيه في مذكره وانتي متحوله على التحقيق. احنا خلاص كتبنا المذكره وراحت الوزاره، وعملنا محضر كمان في القسم، احنا سايبينها لك مخدره بس بكيفنا. احنا هنا مستبتين ومفيش قوه على الارض هتقدر تخرجنا من هنا. المفروض اللي يخرج من هنا انتي مش احنا. جاتك مصيبه منك ليها، ليه تخرجوا من هنا متشالين على الاكتاف يا قادر يا كريم؟ يلا غوري من هنا. يلا الحقيني يا زينب. مش قادرة خلاص هعملها على روحي. وزي ما انتوا شايفين كلنا هنا في الملجأ اخوات. في ناس بتدرس ولكن بتقدم لامتحانات منازل. في جهة معينة انا على اتصال بيها عشان يوردوا لنا اجهزة كمبيوتر، وجهة تانية بتصل بيها برضو عشان يعني يبعتوا حد يعمل لكم دورات تدريبية. بس المهم الاول نطمن اللي الأجهزة فعلا هتوصل لنا. أنا معروف عني إن أنا من أشد وأقوى الناس اللي مسكت أماكن زي دي، عشان كده أنا سايبة مكتبي الفخم اللي فوق ونزلت هنا قعدت في وسطكم عشان أحافظ على النجاح العظيم اللي أنا وصلت له بمجهودي. على قفانا وقفة شغلنا. بتقولي حاجة يا بنت؟ لا أبلة، دي بتاخد نفسها. بالنسبة للرياضة هتلاقوا في آخر الطرقة دي صالة الألعاب فيها ترابيزة عظيمة للبينج بونج. من غير كور ومضارب يعني لازم نركز صح. مجهود يا عين أمك. ما أنا بقول كده يا أبلة. بالنسبة للمكتبة زي ما أنتوا شايفين مكتظة بالمجلدات النادرة والكتب العلمية والثقافية، يعني اللي عايز يتعلم فيكو ممكن يقرا اللي هو عايزه. بالنسبه بقى للحفلات الترفيهيه والرحلات، الاستاذ راتب رئيس الحسابات بتاع الملجا هو اللي بينظمها. انا خلاص قلت لكم كل حاجه عن نفسي وعن الملجا، يا ريت بقى تقولوا لي حاجه عنكم انتم. انتي زينب مش كده؟ ايوه. بتعملي ايه يا زينب؟ بعمل اعمل ايه؟ بتسمع حضرتك. انت مالك انت؟ مين سألك؟ اسكتي خالص. قصدي بتدرسي يا زينب؟ انا خارجه من 5 ابتدائي. كويس، يعني ممكن تكملي دراستك. يا ريت. ان شاء الله. حط اكل على الترابيزه الاخيره، انجزوا يلا.
بتاكلوا عيش حاف ولا ايه؟ يعني قدمه. انا مره اكلت فرخه اكبر مني في السن، اصل الاكل هنا قديم شويه. موز قديم؟ ده احنا كده نجوع. اما تبقى تيجي احلام تبقى تتصرف. وهتتصرف ازاي بقى ست احلام؟ يعني بيتدمس لنا قدرتين فول نقعد ناكل فيهم الاسبوع كله، احسن من الغلب اللي احنا فيه ده. طب ما تجيبوا لنا الفول يا اختي واحنا ندمسه. قولي البدريه، قولي لها تشيل الخضار واللحمه وتجيب لنا فول. اه طبعا، ويخسس عليها ايه، ده حتى الفول ارخص. يا عبيطه، ما هو علشان ارخص يعني اصرف الملجا ميزانيه بوجبه فول، ولا اصرف له ميزانيه بوجبه خضار ولحمه؟ يا اختي تكتب في الميزانيه خضار ولحمه وتجيب لنا احنا فول. ايوه، ويوم بقى لما يكون عندها تفتيش ويلاقوا بدل الخضار واللحمه فول. ممكن اقول حاجه؟ قولي. ممكن نسمي بالرحمن وناكل؟ انا يا اختي هقول حسبي الله ونعم الوكيل وهاكل. مش قلنا مليون مره الشعر ده يتغطى؟ قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ انت فاكره ان دي نظافه؟ طبعا، ما انتوا متعودين على الاكل مع الكلاب والقطط في الشوارع. تعرفي لو رجعت ما لقيتش الحاجات دي اتنضفت زي ما مزاجي انا عايز، انا هزرق لك جسمك وانت حافظاني كويس. مظبوط؟ بتبص عليا عايز ادخل اساعدها. ادخلي ان شاء الله تقول عند الاثنين. قومي يا بنت. لا. قومي يا بنت. لا يا بنت قومي. لا ما تقومي يا بنت، انا مش ناقصاكي. تبرع علينا بفلوس. هاي يا بنات، عجبكم الاكل؟ لسه نجله كانت بتقول ان اكيد في حد تبرع للمكان، وابله بدريه بقى حابه تدلعنا. لا يا حبه عيني، ابله بدريه بتحب تدلعكم غير تبرعات او اي حاجه. بس يا ريت بقى لما لجنه الاشراف تشرف لينا تفتكروني وتقولها ابله بدريه كانت بتطفحكم. ايه مجيده؟ امري يا فندم. عايزه كوبايه شاي وخلي السكر بره، انا اللي هحلي. خليهم اتنين يا مجيده وصدر فرخه. فرخه بحالها يا فندم. الموضوع ده في ايه يا بنات؟ انتوا عارفين الفرخه من دي بكام؟ بكام؟ بجنيه، ولاجل الامانه عند بتاع الفرخه اللي في اول الشارع بجنيه ونص. انفلونزا طيور. يا نهار ابوهم اسود. اتاني بقول الزفر ده كله ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا حاسه اني هرجع. وعشان ايه كل ده يا جماعه؟ مالكم في ايه؟ احنا مش قلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وان شاء الله ما فيش اي حاجه؟ ولو في، يعني لو عرفتوا ان الفراخ دي فاسده وفيها انفلونزا الطيور ولو كلتوها هتموتوا، هتاكلوها ولا لا؟ ده ناكلها واقول كمان. هو ده جرايه يا بت. اخواتك كلهم نايمين، ما حدش اشتكى ابدا لا من قله الغطا ولا من البرد، وانت الوحيده يا حبه عيني اللي متكلفتها من ساسك لراسك. ده ايه البجاحه دي؟ تشيل الستاره وتغطي بيها المخفيه اللي جنبك دي وتنام عليها وتبلها؟ والمفرش، المفرش يا ابله كمان خدته. بتهدي النفوس قوي يا سكر. تمام. انا بقى مش طايقاكم من ساعه ما طبيتوا هنا، وانا خلاص مش طايقاكم. اسمعيني يا عينيا، الستاره هتاخديها وتطلعي فوق السطوح تغسليها وتنشريها، وبعد كده بقى 3 ايام هتنامي على بلاط المطبخ عشان ساعتها تعرفي انك انت كنت نايمه بدفايه. وانت بقى يا حبه عيني، مش كل ما هتعمليها هشرح لك. تحب تقلعي لوحدك ولا اجيب لك سيده؟ معلش يا بنتي. كل يوم تقولي معلش معلش معلش، انت بالريحه اللي بقرفك بيها. الله، القرف ده. بنت يا زينب، قبل بدريه بتقولك اغسلي الحاجات دي كمان ساعة وتخلصي، يا اما تطلع تجيبك من شعرك. Thank you.
حاجه. اسم الله عليك، ده انا بس كنت خايف عليك تقع من على السلم ولا حاجه. عايز ايه؟ خدي ستي 5 جنيه. 5 جنيه ليه؟ مش عاديني كده، خليهم 7 جنيه. ليه؟ ما هو عشان اصل يعني اصل حلوه قوي يعني. ده انا هفضحك، ده انا هقول لها اللي بره نمتوا، ده انا هفضحك. ما حدش هيصدقك، ما حدش هيصدقك. امسكي يا بنت، انت حلوه قوي. فرجيني على حد. فرجيني على ايه؟ اوعى يخرب بيتك يا لهوي. الحقوني الحقيني يا ابله بدريه، الحقيني يا صايعه يا ضيعه قليله الادب. بتتهجم عليا وراودتني عن نفسي، ولما رفضت واتعففت خافت افضحها، فعملت شويتين دول. اتفو عليك يا حيوان يا زباله. اخرسي، احفظي مقامك. مقامي ومقامه هو ايه؟ موظف مقامه عالي قوي قوي، وشهادات، وابن ناس. عارفه يعني ايه ابن ناس؟ ابن ناس ده ابن 60 كلب. لو سمحتي يا أبلة بدرية، أنا بطالب بتحقيق عاجل وفوري، وكلكم شاهدين على الألفاظ النابية اللي تلفظت بيه لموظف عمومي أستأذن خدمتي. اطمن خالص يا أستاذ راتب، هحولها للتحقيق. أنا مش عايزاها عندي هنا في الدار، ممكن تفسد لي كل البنات. بس إيه ده؟ إيه اللي في إيدك ده؟ ده رشوة، رشوة. دفعوا لي فلوس عشان وبعدين تفسد مكان إيه؟ تفسد مكان ايه؟ امال لو شفت المنظر، لو شفتيها كانت بتعمل ايه؟ ده دخلت مخصوص اوضتي عشان تعلق الستاره. قلت لها اتفضلي خدي علق الستاره. اتريها مش دخلت علق الستاره، لا 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 لا، ده دخلت علقني انا شخصيا واتفرجني على رجليه. يا كابتن اعمل انا ايه؟ غطيت البصر واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وفجاه لقيتها بتتمرجع على السلم رايح جاي رايح جاي. خفت تقع، جريت عليها بشهامة ومروءة الرجال ومسكتها. رمت نفسها في حضنه وقلت لا 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 لا، ده احنا فجأة محترم، عيب عيب. فجأة لقيتها تقيل عين منديل. يا لهوي، راحت المنديل دي كانت البداية. وفجأة لقيتها بتتقصع وبتقرب مني وبتقول لي رتبتي، أنا قلعت المنديل وأنت عليك يا أخويا الباب. يلا ذهبت، انخرست، ما بقتش عارف اعمل ايه. دي لازم تتعلق من رجليها. صعب عليك وبطلت التفريك، وادي النتيجه قدامك اهي. دي لازم تتعلق من رجليها لغايه ما تشلب دم. انا عاوز اقول لكم جميعا ان راجل محترم زي حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه بتقدير عام جيد يخجل يخجل يقول كانت بتقول ايه. مش قادر، مش قادره. غوري غوري من وشي. استاذ راتب أرجوك قرب مني وقولي كانت بتقول لك إيه بالظبط. الحقيقة يعني أنا خايف ألوث ودار حضرتك بالألفاظ اللي حولها دي. لا اتفضل قول في ودني عشان البنات ما يسمعوش. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا فضيحتي. ده أول الغايص، اسمعي بقى اللي جاي، اسمعي. لا 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 لا، دي لازم تتركب مجيدة. بتعملوا ايه؟ امسكوا هالي. اوكي. أنا جاي أشهد يا باشا، جاي أشهد. البنت دي يا باشا كانت بتعاكسني من ساعة ما جت هنا سعادة الباشا، وكانت لماظة كل ما تشوفني تعمل حركات غريبة يا باشا، ترفع الجلابية، تفتح صدرها يا باشا. قالوا أنت سيبها في حالها يا باشا، هي ما سابتنيش، كل ما تشوفني يا باشا تقع جدتها عليا. ولماظة يا باشا الصنف ده لازم يتجلد، يتعلق سعادة الباشا. بس بصراحة بقى لابلة تهاني طيبة زيادة عن اللزوم. أصلها مش بتاعة جواز، أيوه بتاعة حاجات تانية لمؤاخذة. دي لازم تتعلق من رجليها. صعب عليك وبطلت التفريك، وادي النتيجه قدامك اهي. دي لازم تتعلق من رجليها لغايه ما تشلب دم. هي
كانت عارفة، دخلت جاري عشان تدعك الحمام. دخلت عليها يا سعادة الباشا، لقيتها عاملة أوضاع استغفر الله العظيم غلط في غلط. خدي يا زينب الحبية دي هتنيمك وتهدي لك القلب. امشي عشان شكلك كده مش فرحانة انك شفتينا. انتي وحشتينا قوي يا زينب. على فكرة احنا عمرنا ما نسيناكي. بقولك على حاجة غريبة، انا طول الوقت اللي فات ده كنت عمالة افكر فيكي، بس يعني ما كنتش عايزة اجي ازورك علشان ما اتعلقش بيكي واحبك. انا بقى مصوراكي بالكاميرا بتاعتي وصورتك كبرتها وخليتها اول صورة في البحث بتاعي. كده يا زينب احنا زي اللي كنا مع بعض امبارح. بينها مش ايه ياض ولا ايه؟ هي دي زينب؟ انت عيانة يا زوزو؟ طيب في حاجة مضايقاكي؟ في حد ضايقك؟ أنا بقى أكتر واحدة زعلانة ومتضايقة لأني ما كنتش معاهم من الأول، بس هما حكولي على كل حاجة. على فكرة أنا اسمي إيمان وبيقولوا لي إيمي. الأبلة إيمي متضايقة وزعلانة يا جدعان. ليه يا أبلة؟ أنتِ زعلانة إنك معرفتنيش قبل كده؟ مسكينة. بس ما تزعليش نفسك، ادي احنا فيها يا اختي. الحمد لله انك جيتي وشفتيني. مش البهوات اصحاب حكولك عني؟ ها ايه رايك ركبتي يا اختي الشكل على الحكي؟ هتروحي بيتك وترتاحي وتنامي مبسوطه. وانتي يا ابله نور خايفه يا اختي تيجي تشوفيني لا تتعلقي بيا وتحبيني؟ وجعتي قلبي يا أبلة يا خراشي. أمال أنت جيتي ليه يا أبلة؟ اوعي تكوني جاية علشان تشوفيني، يعني خلاص عايزة قلبك يتعلق بيا؟ يا لهوي، طب هتعملي ايه بعد كده؟ وأنت يا قبلتي حطيتي صورتي يا اختي في أول البحث بتاعك؟ يا لهوي، حطيتيني أنا كده بصورتي؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله، البنت زوزو اتصيدت يا جدعان. وانت يا استاذ طار هتوديني فين تاني؟ هتوصي عليا مين يا اخويا؟ خالك؟ سياده الباشا اللواء؟ لمنا يا اخويا من الشوارع وحطنا في البوكس، ومن البوكس ودانا على الزنزان. ليه؟ عشان الاستاذ طارق والبهوات اصحابه المتعلمين عايزين يعملوا بحث عننا، وكنا بنروح ننام في الزنزان. وفي يوم رحنا على اسم تاني عشان نتعرف على جثة جيم وناخد هدوم، وبعد كده خدتنا يا استاذ طارق على بيتك بقى، والبيه ابوك اداني فلوس وقبل ما يطردني عشان يخلص ضميره. سالني حاسه باي ظلم يا زينب؟ انا قلت لا، ظلم ايه يا بيه، كتر خيرك. ومن حنيه قلبه بعتنا المستشفى لواحد صاحبه اسمه فؤاد عزم. أصل أنا حافظة الاسم عشان كنا بنستخدمه هناك كتير، يعني يجيبوا لنا لقمة حلوة ننام على فرشة نظيفة. ومن المستشفى رحنا على الأحداث، اتسجنا وبهدلنا وجعنا وبردنا ومسحنا البلاط وتعجسنا واتقطعت هدومنا، مع إني مش مجرمة بس بقيت رد سجون، وبرضه مش يتيمة بس اترميت في الملجأ. ها يا أستاذ طارق، عايز تودينا فين تاني يا أخويا؟ وانتوا ازاي تدولوا الأمان تاني؟ ما تسيبونا في حالنا بقى، عايزين مننا ايه؟ سيبني في حالي بقى، وملكش دعوة بيا وملكش دعوة بأخويا. وانت يال ملكش دعوة بالراجل ده خالص، انت فاهم ولا لا؟ ملكش دعوة بيه خالص. يا زينب احنا ما كناش هنسيبه، ده احنا حتى من امبارح خدت لهم تصويره يا اختي ولا ما خدت لهمش؟
اقول لك انا على تصويره احلى؟ شفتيني انا وانا في شكلي الجديد؟ شفتيني وانا بعرج؟ بصي يا اختي انا بقيت خلاص مكسحه. ولا ايه رايك بقى اقول لك على تصويره تانيه؟ وسيده ماسكه رجليا كده وبدريه ماسكه العصايه وعماله تديها على رجلي لما رجليا شلبت دم. ايه رايك؟ بذمتك مش منظر فظيع؟ بس يعلي درجاتك قوي. يوريكي ولاد الشوارع على حق. عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ جيتوا ليه؟ ما تخرجوني من دماغكم بقى، ما تسيبوني في حالي، سيبوني في حالي بقى، حرام عليكم. مع السلامة يا بهوات، الزيارة انتهت. ماني اللي هو انا حد عززني كده غير ابويا حبيب قلبي؟ ولا راويه؟ راويه اختي بقى شافت العز كله، كان محاميها كده زمانه مكمل على اخواتي. مش كنتي بتقولي يا اختي غصب عنه؟ ايوه يا اختي، بزوقه عشان اعرف ابص له. ايه ابويا ما زوقوش ولا ايه؟ لا مؤاخذه يعني في السؤال، لا مؤاخذه يعني، سي الاستاذ ابوكي ده كان بيشتغل ايه؟ ابويا ده كان عنده مصنع كبير قوي. كان غفير يا مسطوله. يخيبك يا بنت، انت بتتريقي ولا ايه يا بنت؟ منك ليه؟ مش كان غفير برضو يا زينب؟ وانت يا اختي اسم الله عليكي، يعني ابوك كان بيشتغل ايه؟ ابويا يا اختي ده حاجه كبيره قوي قوي انت ما تعرفهاش. صدق يا بنت توتا، انا كمان ابويا كان نفس الحاجه الكبيره بتاعت ابوكي. وانا كمان ابويا كان حاجه كبيره قوي قوي قوي. وانا كمان يا ريتهم يا اختي كانوا الا وقلالات القيمه، على الاقل ما كانش ده بقى حالنا. انا بقى ابويا كان حاجه اكبر من كل اللي انتوا قلتوه. معلوم يا اختي، ما هو كل واحده فينا شايله قفتها على حسب مركز ابوها، وانتي بقى يعني شايله ياما. شايله همك يا اختي. لا يا حبيبتي لا، شيلي همك انت. طب ليه بتفتكري تفكريني؟ خلاص يا حبيبتي انا هنسى وهنسيكي. لازم تنسي امك وابوكي والشارع اللي انت جايه منه. امال انا يا اختي بعمل ايه؟ بتعملي ايه؟ بنسى يا بنت. هنسى. النهار هيطلع. انا يعني كنت عايزه اسلم على البت ناديه. امي صحيها وافضحينا يا رب، انا باين اتدبست ولا ايه؟ يلا امسكي الملف ده، في كل اوراقك. الملف بتاعنا؟ انت جبتيه منين؟ انت فتحتي درج بدريه؟ امال هسيبك تمشي من غير ورقك؟ مش كان معاكي بطاقه؟ ايوه عملوها لنا لما فيشونا في القس. طب بقول لك ايه، امسكي الورقه دي وحرصي عليها كويس قوي، ده فيها عنوان البنسيون اللي انا قلت لك عليه. وخدي يا اختي دول 60 جنيه خليهم معاكي، روحي اركبي اتوبيس وروحي على البنسيون على طول. انا مكلمه اسامه اللي بيقعد في الريسبشن. طب انت جايه امتى؟ اجي بعديكي بيومين ثلاثه. يلا بقى يلا، ما تحرمش منك. ربنا يكرمك، خدي بالك من نفسك. مع السلامة يا أحلام. الله يستر. باي باي. يلا بقى. سلام. شوف، ما لقيش عندك يا أخويا تليفون هنا؟ بس هتدفع تمن المكالمة. وأنا قلت لك إني هتكلم بلاش. ده إيه ده؟ هتكلمي مين؟ هكلم عم إسماعيل البقال اللي تحت بيتي. أنهي بيت ده؟ بيت أبويا. عايزة أطمن على البت غادة والواد أحمد. تكون البت راوية راحت لهم تطمن عليهم. هي راوية حلوة زيك. حلوة؟
دي احلى واطول. طب انت عارفه بقى ابويا ما كانش يندهها غير يا برنسيسة قبل ما يتدهور بالحال، وامي كانت دايما تقول له اوعى اتجوزها اي حد، اه دي مهرها غالي قوي. بس هنعمل ايه بقى في الدنيا؟ دست عليه قام دايس علينا نهايته. ثانيه يا بنتي لما اشوف النمره كنت شايلها فين؟ اشمعنى يعني دي اللي هلاقيها؟ كانت نانيلة في حظنا. لا لا ما هو انت مش واخد بالك، ده مش واخد باله ده ولا ايه؟ لا لا ده احنا لازم نشتغل مع بعض، ما انا ما افوتش البت دي ابدا. معلش يا زينب اصل مش فاهم على راي ابله تهاني، حين اللي طالع لزينب اسمه توته. بقول لك ايه يا اخويا، هي كوثر ما قالتلكش يا اخويا؟ لا يا حيل ما قالتليش. معلش خدها مني انا، انا بقول لك اهو احنا ما نفرقش بعض، يعني لازم تشغلنا مع بعض. ما هو ده ما ينفعش، ما يمكنش ابدا، والنعمه دي ما ينفع. ليه يا اخويا ما ينفعش ليه؟ اشغل اتنين مع بعض في بيت واحد؟ يعني ايه اودي واحده تبقى شغاله وعليها شغاله صغيره هديه؟ هديه ده ايه؟ ده انت مش فاهم بقى، توته توته دي بركه. بركه؟ انتوا اشتغلتوا في حته قبل كده؟ امال احنا جايين لك ليه يا اخويا؟ ما جايين لك عشان نشتغل. هي كوثر ما قالتلكش ولا ايه؟ هي كوثر قالت لي، بس انا اللي ما قلتلكوش. كوثر غالي عندي اه، انما مش اغلى من اكل عيشي. انما انتوا شكلكم كده يا جماعه مالكوش في الكار ده. مين اللي قال لك كده؟ انا اللي بقول كده، عشان انتوا لو لكم في الكار ما كنتوش تقولي الجمله بتاعت ما نسيبش بعض ابدا وبركه. على فكره بقى احنا ممكن نفرق يا اخويا، بس انت ما تزعلش نفسك قوي كده. انت بتقول ايه يا بنت؟ بقول اللي بقوله يا اختي، انا عايزه انام. خلاص خلاص يا حاجه بركه، بكره الصبح تيجوا ونشوف. بكره الصبح؟ طب ده انا كنت فاكره لو الغلبانه دي ان انت هتشوف لنا شغل دلوقتي. ليه يعني؟ هو فرح؟ مش بقول لكم مالكوش في الكار. طيب يا كوثر. معلش اصل احنا يعني ما عندناش مكان نبات فيه. معلش يا اخويا نستسمحك يعني، نبات هنا لحد الصبح، اعمل معروف. معروف واسعاف. وبعدين بقى اول ما الصبح يطلع وتيجي تفتح مكتبك اعمل اللي انت عايزه، وديها المطرح بتاعها ووديني المطرح بتاعي. لعلمك لو كوثر عرفت ان انت مشيتنا هتزعل قوي. لا يا اخويا مش عشان كوثر، لا ده عشانك انت، انت راجل كمل وابن حلال، ربنا يسترك يا اخويا، ايه ربنا يبارك لك. ما تبيتناش في الشارع، يرضيك نبات في الشارع انا والبركه دي. صباح الخير يا ست هانم. اهلا يا جمال، مواعيدك مظبوطه دايما. هو في حد في العالم كله يقدر يتاخر عن سعادتك؟ دي زينب يا ست هانم. سلمي على الهام هانم يا زينب، ده انت امك ده عيالك. ازيك يا زينب؟ الحمد لله ست هانم. اتفضلوا اقعدوا. شكرا. لا 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 يا زينب اقعدي على الكنبه هنا. قولي لي يا زينب انت تعرفيني؟ ايوه امال، حضرتك ست الهام الممثله صح؟ كنت بمثل. الهام هانم الممثله الكبيره العظيمه، بس انا ما رضيتش اقول لك عشان ما تتخضيش. حاكم يا هانم في ناس بيجي لها خضة الممثل. خضتك يا فل الشر. اظن بقى يا صابرين تقدري تسافري. هو انا يعني يا ست الهام كنت اشتكيت ولا حاجه؟ ما هو ما ينفعش تبقي هنا وهم عايزينك في البلد. يا ستي ما تخافيش من حاجه، لو رجعت تاني هبقى اسكنك عند ناس تانيين. شايفه يا زينب اللي بيعاشر الهام هانم مش عايز يسيبها، مش عايزه تسافر لاهلها وعايزه تقعد جنب الهام هانم. قولي لي يا زينب انت اشتغلتي قبل كده؟ دي زينب بتطلب بالاسم يا هانم. انا عايز اسمعها يا جمال. حاضر. قولي لي اشتغلتي قبل كده؟ اه. واللي كنت بتشتغلي عندهم سبتيهم ليه؟ نصيب نصيب يا ست هانم، ما يمكن بقى ربنا حوش لي نصيبي الحلو عشان القى مع حضرتك. طيب عندك بطاقه؟ امال اتفضلي يا ست هانم البطاقه اهي. انت من مصر؟ ايوه. والدك عايش؟ اه. ووالدتك؟ لسه متوفيه قريب. البقيه في حياتك؟ بقاء لله يا ست هانم. البركه في ابوكي. اه البركه في ابويا. شوفي يا زينب البيت هنا هادي وانا نظامي بسيط، وصابرين هتفهمك على كل حاجه. خديها يا صابرين وفهميها، فهميها بفطر ايه والمواعيد ايه، يعني فهميها اليوم بيمشي ازاي. من عينيا يا ست الهام، اتفضلي. يلا يا زينب طولي رقبتي. هو متشكرة يا جمال، البنت باين عليها طيبة وعاقلة وذكية. من بعد ما عندكم يا أستاذة، الشكر لله. مظبوط كده يا ست هانم؟ مظبوط.
مي صابرين قالت لي على كل حاجة. انت افطرتي ولا لسه؟ هفطر اهو. طب يلا روحي افطري وتعالي لي علشان عايزة افهمك على حاجات كتير. حاضر. زينب بتضحكي على ايه؟ ابدا يا ستان، اصل يعني كل ما ببقى مرتاحة قوي كده يعني والدنيا بتضحك في وشي اعرف ان في مصيبة جاية لي على طول. يعني ايه الكلام؟ يعني ما هو مش معقولة الدنيا كلها تتظبط كده مرة واحدة، لازم يبقى في مصيبة جاية او بتحصل دلوقتي وانا مش واخدة بالي منها. مصيبة ايه كف الله الشر؟ ما هو ده اللي انا مش عارفاه، بس هعرفه. ما انا اصلي هنا مرتاحة، ما هو مفيش راحة الا لما الاقي توبة وقامت جاية خرم عيني. انا مش فاهمة حاجة من اللي بتقوليه. روحي قبل افطري وبعدين تعالي. حاضر. بس يعني لا مؤاخذه استهانن، يعني حضرتك ما حطيتليش حاجه عشان افطرها؟ يعني فطار ايه اللي هحطهولك؟ عندك التلاجه، افتحيها وخدي اللي انت عايزاه. افتح التلاجه باخد منها اللي انا عايزاه؟ ايوه. فقرك يا توده. بتقولي ايه؟ ولا حاجه استهان. طيب روحي افطري وتعالي علشان عندي شويه هدوم يمكن تنفعلك، وكمان شويه اشربات هعلمك ازاي تربطيهم. يا حظك الذكر يا بنتي يا توده. يا ترى بتفطري ايه؟ مش مكتوب لك الهنا اللي انا بقيت فيه يا بنت، ولا يمكن يكون حالك احسن؟ مش حاسه. لو بس اعرف بتاكلي ايه وعايشه ازاي، وغاده والواد احمد والبنت راويه. زمان راويه اختي في الشارع، طبعا هيبقى لها مين بعد امي وبعد ما رضا رماها؟ هتروح فين؟ اهي دي بقى المصايب اللي انا مانيش داريانه بيها. غدا واحمد جعانين وراويه في الشارع، والبت توتا يا عالم بقى. طب اتهنى ازاي بقى؟ ولا يتبلع لي لقمه منين وانا مكتوب لي راحه؟ بتحلمي بايه يا بنت يا زين؟ السلام عليكم. اي عم جمال. اي عم زكريا لا مؤاخذه، بفتكرك عم جمال. هو عم جمال عندك؟ طب اديوني اكلمه. بقول لك ايه، قول لي، هو انت وصلت البت توته عند الجماعه اللي كانت رحالهم؟ طب وهي عامله ايه؟ والجماعه عاملين ايه معاها بجد؟ طب ربنا يكرمك. طب اديني يا عم جمال. سلام عليكم يا عم جمال. انا زينب. ازيك؟ الحمد لله. لا ما تقلقش، الحمد لله كله تمام. بقول لك ايه يا عم جمال، يعني لا مؤاخذه، يعني كنت عايزاك تديني رقم الجماعه اللي توتا راحت لهم. ليه بس يا عم جمال؟ يو انا هطمن عليها. زباين ايه وشغل ايه؟ ده هما كلمتين ورد غطاهم، وانا يعني هقعد ارغي معاها في الكلام؟ يا عم طب يا عم جمال، طب ربنا يسترها معاك. ما تقولي رقمها بدل ما انا هقعد ادوشها كل شويه. ما انا لازم اطمن عليها. الحمد لله. يا خرب بيتك يا زينب. يا خرب بيتك يا راويه. راوية يا رب اموت، يا رب خدني والنبي، يا رب اموت واخلص. يا بنت اسكتي، حرام عليكي بعد الشر. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت مال اهلك؟ يقول حق عليا كده ستين نيله. ده انا كنت جايه اساعدك يا بنت. غري من وش السعاد يا بنت. ده انت لولا اسمك على اسم اختي راوية ما كنتش عبرت اهلك. حرام عليكي، هتبقي انت والبضاعه اللي باظت. انت ما انتش شايفه قصاد عينك العيله كلها غرقت في بركه ميه، وهتساعديني ازاي؟ يعني هتساعديني ازاي؟ هننشرهم في الشمس؟ يا خراب بيتك يا راوية. طب ودي بتعمل ايه؟ دي في ايدك بتعمل ايه؟ بلمع بيها العربيات كلهم معفنين. هل ايه؟ قافلين ازازهم ومشغلين تكييفهم. تعبت يا ناس، والله تعبت. هاتي يا بنت.
خدي بالك من دول، وبعون الله هرجع لك بتمن البضاعة واكتر. ايوه افتكرتك، ازيك؟ الحمد لله. انا زينب يا بيه. ازيك يا زينب؟ الحمد لله زي حضرتك. انا يعني اصلي كنت اصلا ما اكلتش من امبارح، يعني لو حضرتك معاك اي حاجه يعني ربنا يكرمك يا بيه. خد يا زينب. كتر خيرك يا بيه، ربنا يكرمك ويكرم اصلك. بتشوف الاستاذ طارق؟ يعني ابقى سلمني عليه يا بيه. حاضر. وابقى سلمني على الست نوره والست ساره وقول لهم ما يزعلوش مني. يزعلوا منك؟ هما يزعلوا منك ليه؟ قول لهم بس كده وخلاص يا بيه. حاضر يا زينب. ربنا يكرم اصلك يا بيه. انت بتقفي هنا؟ يعني مش دايما. طيب انا اشوفك ان شاء الله يا بيه. ربنا يكرمك ويكرم اصلك. خلي بالك من نفسك. ان شاء الله يا بيه. مش عايزه حاجه؟ ربنا يكرمك كتر خيرك. اطل عليك. انت اسمك ايه؟ اسمي زينب. ما تزعليش يا بنت. لا كده ما ينفعش يا زينب. ابعتك تجيبي فاكهه تغيبي الغياب ده كله. انت كنت فين؟ ما كنتش استان. لا كنت. اسمعي يا زينب، انا لو فقدت الثقه فيكي مش هتقدري تكملي معايا. الصراحه يعني أنا أصلي قابلت واحدة صاحبتي في الشارع وقعدت معها شوية. مش مصدقاك. حتى لو صدقتك هيبقى عذر أقبح من ذنب. عارفة يعني إيه عذر أقبح من ذنب؟ أهو أكيد حاجة وحشة. طب يلا روح اغسلي الفاكهة وأنا ليا كلام مع جمال. طب والله العظيم دي آخر مرة أتأخر فيها. طب بس يا زينب بس. اتفضلي. ده إيه الوكسة اللي أنا فيها دي؟ إيه ده؟ وده إيه اللي جابه ده؟ صباح الخير يا جماعة. أنا جاي أبلغ رسالة مش جاي أتعاتب، عشان لو اتعاتبت هنتخانق. لا اتخانق. استنى بس. مين اللي عاتب مين يا أستاذ هشام؟ ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا جماعة. أنت جاي عايز تبلغ رسالة إيه بقى؟ في واحدة بتبلغكوا السلام وبتقول لكم ما تزعلوش منها. مين دي؟ زينب. زينب مين؟ البنت اللي كانت مع أولاد الشوارع اللي عملنا البحث عنها. أنت شفتها فين؟ تدفع كام؟ إحنا بقى أساساً مش عايزين نعرف. الموضوع ما يهمناش أصلاً. بقول لك شفتها فين؟ طب ما نشرب حاجه الاول. انا همشي وانا كمان جايه معاك. استنوا يا جماعه بس استنوا نشوف الاستاذ عايز يقول ايه. يقول اللي يقوله. انا همشي انا كمان. انتوا ماشيين فعلا؟ عندك مانع؟ عايز اقعد معاكم. وانا مش عايز اقعد معاك. انا همشي يا جماعه. اللي عاوز يجي. انت مش هتيجي معانا يا طارق؟ انا هستنى بس شويه. اوكي براحتك. شفتها فين؟ هما بيعاملوني كده ليه؟ يا ابني انت مغيب ولا حصل لك حاجه في دماغك؟ انت ناسي انت عملت ايه؟ طارق انا عايزك تصالحني على ساره. حاضر بس قول لي الاول شفت زينب فين؟ تعرف اول ما بعدت عنها ودخلت في مواضيع تانيه حسيت انها قد ايه كانت حد محترم في حياتي. على الاقل ما اتكلمتش عليا. ازاي شاهين ده؟ اول ما سيبنا بعض دارت تشهر عليا في كل حته. مقرفه. ماشي ماشي المهم شفتها فين؟ وهتصالحني على ساره؟ حاضر يا سيدي هصالحك بس قول لي شفتها فين؟ امتى؟ لما تتنقل تقول لي شفتها فين؟ في اشاره. في اشاره كده في الزمالك كانت بتمسح لي ازاز العربيه. مش معقول. تصور هي اللي عرفتني وخبطت لي على الازاز. وبعدين؟ ما كانش معاها ولا مليم. كانت بتشحت. مفيش حد؟ انا ما حدش بيصعب عليا بسهوله، بس بصراحه البنت دي خطفت قلبي. واديتها فلوس؟ طبعا. مفيش حد؟ بتجيب المعلقه من على النار وتلسعني بيها. ليه؟ كنت بتعملي لها ايه؟ ولا حاجة، ما كنتش بعمل لها حاجة، كنت بقعد اتفرج على التلفزيون، اشمعنى ولادها كانوا بيتفرجوا؟ كل مرة اعمل كده تروح ضرباني، لغاية ما لقيتها بتلزعني من معلقة من على النار، وكانت بتسخن المكوة وتلزعني بيها، عشان اقوم، وكان لازم اقوم، عشان اساعد الولاد في اللبس والفطار وهم رايحين المدرسة. ومين اللي بلغ عنها؟ الجيران، الجيران هما اللي بلغوا عنها، كانت بتضربني مقصوصة الزيت والزيت بيغلي من عليها. قمت فاتحة الباب وجريت. الجيران بقى خلوني عندهم لغاية ما بلغوا البوليس. طب يا توتة احنا هنكتب كل ده وان شاء الله حقك مش هيزيد. متشكرة كتر خيرك.
انت زوزو مش كده؟ انت زينب. ايوه انا السبب. ما تعيطيش يا زوزو، انا كويسه. كويسه، انا عارفه اني كويسه. حقك عليا، انت وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني قوي. حقك عليا. البنت دي انا اعرفها. استنى عندك يا فندم، بتشاور عند المدام مهاب. تعالي هنا. قرب. اسمك ايه؟ ما تردي على سياده اللواء. مش اسمك زينب؟ ما هو عارفني. انت مش عارفني يا سياده اللواء؟ مش عارف البنت زينب اللي لمتوها من الشوارع وطردتوها من بيتكم؟ ما هو عبد الله بيه طردني من بيته، وحضرتك رمتني في الاحداث. هتعمل فيا ايه تاني؟ هتعمل فيا ايه تاني؟ ابراهيم، انت مش عارفه بتكلمي مين؟ انت مش عارفه بتكلمي مين؟ سيبها. حاضر يا فندم. انت مش هتخلص من البنت دي بقى. هي تبقى مين دي يا فندم؟ ده عمل الراجل يا سيدي، مش عارف اخلص منه. طب ماشيها خالص من العماره يا فندم. مالكش دعوه بيها خالص. وبعدين انت ازاي تمد ايدك عليها اصلا؟ انا اسف يا فندم، بس هي علت صوتها على حضرتك، ومحدش يغرق في الدنيا يكلم سعادتك كده. مالكش دعوه بيها انت واي حد، مفهوم؟ اللي تؤمر بيه سعادتك يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. شفت اختك يا زينب؟ ايوه. وزيها دلوقتي؟ بخير الحمد لله. ام فتحي كانت عايزه تستناكي، بس كانت لازم تروح. كتر خيرها. انا كلمت جمال، ده بيقول اسمها تفيده شعبان عبد السيد، وانت اسمك زينب سليمان. ايوه، ما هي اصلها متربيه معايا يعني زي اختي. اه، عن اسم. اسمعي، انت كلمي جمال، هو اللي مسؤول عنها وهو اللي مشغلها، واذا عايزه تبلغي على الناس دول انا مستعده اكلم لك جارنا سياده اللواء صبري منصور. ده راجل محترم قوي، ولو طلبت منه اي حاجه مش هيتاخر. تضحكي على ايه زين؟ ولا حاجه ولا حاجة يا ست هاني. قال كده بس يا هاني، الواضح انها حادثة ورهن التحقيق. يا فندم دي مكتوبة في الجرايد. كويس قوي، يعني قضية رأي عام، يعني اللي عملوها مش هيقدروا يفلتوا. أنا حاسة إن زينب وأختها دي مالهمش حد وغلابة، والبنت اللي مرمية في المستشفى دي لولا زينب بتفوت عليها كل يوم كانت حست إنها بطولها، وده إحساس فظيع وقاسي. طيب حضرتك عندك الجورنال اللي فيه الحادثة دي؟ أيوه. زينب، يا زينب. ايوه. الجورنال اللي اتنشرت فيه الحادثه بتاعت اختك هتلاقيه عندي في الاوضه. حاضر. تعال، انت عارفه انا شايلاه فين؟ لا. امال هتجيبيه ازاي؟ عن اذن حضرتك. اتفضلي. تعال. انت خايفه مش كده؟ وكنت ناوية تهربي مش كده؟ ايوه. ليه؟ ما هو المدام يعني اكيد هتطردني لما حضرتك تقول لها ان انا كنت في الإصلاحية في الشارع كده يعني. بس انا ما كنتش اعمل كده. كتر خيرك. بس لو حصل منك حاجة او عملت حاجة ما عجبتنيش، او الهاني اشتكت منك، او اي حد من سكان العمارة اشتكى من اي حاجة، اعملي اللي كنت هتعمليه دلوقتي. يعني لو حصل منك اي حاجه اهربي قبل ما اضطر امسكك. فهمتي؟ فهمت. طيب البنت اللي انت مقهور عليها قوي دي، هي البنت اللي كانت معاكي زمان؟ ايوه. هي اسمها ايه؟ دي البنت توده. شوف يا فندم البأساء والبني ادمين اللي ممكن يفلتوا من حاجه زي كده، هتشوفي هيعمل لهم ايه. عارف. مش يا اختي عند الاستاذ طارق؟ لا. ليه؟ ما قدرتش. هو هيقول له يا اختي، هيقول له انه شافك. يقول له ايه يا بنتي يا هبله انت؟ هو انا فارقه معاه من اصله؟ طبعا لا هيقول له ولا حاجه. بس
تسيبيني بقى في الهم اللي انا فيه. انا عندي مشكله اكبر من كده بكتير. مشكله ايه يا اختي؟ هتروحي فين يا اختي لما تخرجي من هنا؟ بصي انت لما يجوا يخرجوكي اعملي نفسك عيانه وما ترضيش تخرجي. يا سلام يا اختي، لما الدكاتره يقولوا ان انا كويسه ويطردوني من المستشفى بقى، ساعتها بقى نقول لسياده اللواء هو يتصرف. اه يا بنت احنا لينا ظهر، اي حد يضايقنا نروح نقول لسياده اللواء. زوزو يا اختي انا عندي سؤال، لما يبقى حد متضايق يا اختي بيروح يكلم سياده اللواء، ولما سياده اللواء يا اختي بيتضايق بيكلم مين؟ كاتك ايه يا بنت؟ هو سياده اللواء يتضايق؟ طب يتضايق ازاي؟ محدش يقدر يضايق سياده اللواء، ده سياده اللواء. عارفه يعني ايه سياده اللواء يا بنت؟ دي لازم زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام عليكم. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. صوري يا زينب، طارق وزمايله طلعوا يعرفوك، دول حتى وروني صورتك انت وتوته. هي دي؟ هي؟ ومين دول اللي معاك؟ ما تعرفهمش؟ أعرف زازا ورينجو الوكيم الله يرحمه والبت توتة. ما حكيتليش عنهم ليه؟ مع إني عرفت إنك كنت عايشة معاهم، ما قلتليش ليه؟ وإزاي توتة؟ كويسة بتسلم على حضرتك. الله يسلمك. حضرتك عايزة مني حاجة؟ لا يا زينب، خش انت دلوقتي. طبعا حضرتك لازم تشرفينا في الحفلة. اعذروني انا ما بحبش اظهر في حفلات دلوقتي. طب لو حضرتك تحب يعني احنا كنا هنبعت لك عربيه لحد البيت توصلك وترجعي تاني. لا انا نفسي اجي اخد حضرتك بعربيتي، ممكن؟ اما نشوف. اشربي العصير. انت عارفه انا هتكلم معاكي في ايه؟ ايوه عارفه. كدبتي عليا ليه؟ انت عارفه ان انا كنت خايفه منك امبارح وانا نايمه. خايفه مني انا؟ ايوه، لدرجه اني قفلت عليا باب اوضتي بالمفتاح. شفتي؟ شفتي انت عملت ايه؟ جايز تكوني ابرأ بكتير من الصوره اللي انا رسمتها لك، لكن انت ظلمت نفسك لما كدبتي. كدبتي عليا ليه؟ أنا فقدت الثقة فيك يا زينب، كنا قاعدين نفس القعدة وقعدت أقول لك قولي لي الحقيقة وأتحايل عليكي، قولي إذا كان في حاجة مخبياها قوليها لي. كدبتي وضحكتي عليا، وجمال كمان ضحك عليا. لا عم جمال ما يعرفش حاجة. كمان ضحكتي على جمال؟ طب أثق فيك إزاي؟ خدي الفلوس دي حقك، مهيتك لغاية النهاردة. النهاردة آخر يوم بتشتغلي عندي. أنا آسفة يا زينب، لو خليتك هبقى بظلمك غصب عني، مش هقدر أرجع زي الأول. غصب عني مش هقدر أتعامل معاكي. أنا آسفة يا زينب، أعذريني غصب عني، أعذريني.
السلامة يا زينب. ما ترد. مش قادر. ما حدش بيرد عليك ولا ايه؟ طب ما تحاولي مرة تانية. الله ما ترد يا اخي، يمكن حاجة مهمة. الو. ايوه مين؟ مين؟ ايوه انت بتتكلمي منين؟ بتكلم من عند فجهاني قريب. الست الهام طردتني. ايوه بقول لك الست الهام طردتني. امال يعني اعمل ايه؟ اه طبعا ما اعيطش، لا لازم اكون بضحك وسعيده قوي. الصراحه يعني اول مره دماغي توقف، مش عارفه اروح فين. كمان البنت توتة مش معايا. ايوه متضايقة، متضايقة قوي ومخنوقة، مش عارفة اعمل ايه. طب بس قوليلي انت فين؟ فاكريني؟ فين فاكريني؟ ايوه في انهي شارع يعني؟ اسأليه. طيب اوكي، اسمه ايه الفاكريني؟ طنطاوي. ماشي خليك عندك ما تتحركيش. بصراحه انا اللي مش مصدق يا زينه، مش مصدق اللي عملته فيك. انا بجد اسف، اسف على كل حاجه. انا كل ما احاول اساعدك اكتشف ان انا باذيكي. ولعلمك انا لما قلت الالهام اللي قلته لها كنتش متخيل ان هي هتعمل اللي هي عملته ده. كنت فاكر ان هي هتقدرك وهتحترمك. هو انت ما حكيتلهاش ليه؟ احكي لها. طب احكي لها على ايه بقى يا طارق؟ كنت هقول لها ايه يعني؟ هقول لها انا بنت شوارع، خريجه اصلاحيه وتربيه ملاجئ. هقول لها ايه ولا ايه؟ هقول لها على سنين عمري اللي راحت في الشارع، ولا اقول لها عن البرد وقرصته، ولا اقول لها عن النوم في الشوارع، ولا اقول لها على الاكل من الزباله، ولا اقول لها الوش ده كم مره اتضرب بالاقلام، والرجل دي كم مره شلبت دم من كتر الضرب. هقولها ايه ولا ايه؟ هقولها عن الناس اللي كانوا عايزين ينهشوا لحمي. حتى انت يا استاذ طارق ما كنتش عايزه اقول لك الكلام. انا يعني كنت عايزه ترسم عليك. كاتك ايه يا بنت يا زين؟ هل اترسم عليك ايه؟ طب اترسم عليك بايه بقى؟ وانا حيلتي ايه اترسم بيه؟ انا ولا حاجه، ولا حاجه خالص. ولا حاجه ازاي بس يا زين؟ ايه اللي انت بتقوليه؟ انت عارفه انا لو حصل لي نص اللي انت بتحكي لي عنه ده انا كان زماني انتحرت. انت حاجه مهمه يا زينب. انا؟ ايوه. والمفروض يدرسوكي في المدارس كمان. عارفه الاولمبياد؟ المسابقه بتاعت الرياضه.
بيبقى فيها رفع اثقال، عارفه رفع الاثقال؟ تبقى حديده كده بالعرض وبيشيلوها وبيبقى فيها. ايوه ايوه فيها عجلتين كده. ايوه فيها عجلتين، هو العجلتين دول التقل، وكل ما التقل ده يزيد كل ما اللي بيشيل الحديد ده بياخد ناشين اكبر ويخش مسابقات اكبر وشهادات تقدير الخ الخ. انا بقى نفسي اديكي شهاده تقدير. انا اي نعم ما عنديش صفه، بس تقدري تقولي ان انا مواطن مصري بشهد بكل الشيء اللي انت شلتيه. انا لا انت ما شفتش حاجه بقى يا طارق بيه، انا ما جيش حاجه جنب اللي شالوه غيري. لو كنت قعدت مع البت صباح وسمعت حكايتها كنت شفت الشيل اللي على اصلي، ولا البت احلام، ولا البت ناديه، ولا كوثر، ولا هقول لك ايه ولا ايه. طب بلاش، اديك شفت الواد كيمو اخرته كانت عامله ازاي، والواد زازا ورينجو اكيد برضو اتبهدلوا، ولا البت توتي. توتا دي ما كانتش تبطل ضحك ابدا، كانت على طول مبتسمه كده وبتضحك. دلوقتي يا عيني عليها مش قادره حتى تبتسم من كتر الحرق اللي في شفايفها وفي وشها. الست اللي كانت بتشتغل عندها حرقتها، بس برضه هترجع تضحك. ما البت توتا دي هتفضل تضحك على طول، ما بتتغيرش، مفيش حاجه بتتغير يا استاذ. عشان كده يا زينب انتوا ناس عظيمه، ناس تستاهل كل احترام. احنا ولعلمك بقى انا عايز اغير فكره الناس عنكم. طارق بيه انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. ممكن اطلب منك طلب قبل ما تسالي اي حاجه؟ يا خرابي امر. ممكن ما تقوليليش يا طارق بيه، علشان انا ابويا مش باشا. امال اقول ايه؟ قولي لي اي حاجه، قولي لي يا طارق. لو تقيله قوي عليك يعني قولي يا استاذ طارق، بس انا افضل انك تقولي لي يا طارق. طيب ماشي. ها ايه سؤالك بقى؟ هو الحق يعني سؤال مهم. ماشي ايه هو؟ هو انت بتحبني؟ بحبك يعني ازاي يعني؟ حب وغرام وكده يعني؟ لا 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 يا زينب لا، مش ممكن، انت فهمتيني غلط خالص. فهمت غلط؟ فهمت غلط ازاي يعني؟ ما انا برضو بقول اني فهمت غلط، اما انا عبيطه صحيح. طبعا طبعا ما كنتش واخده بالي خالص، انا يعني كنت بقول يعني ما هو يعني اصل انا كنت فاكره يعني ان انت لما خدتنا عندك البيت وما رضيتش تخليني امشي، وجيت لي الملجا وجيت لي المستشفى، ولما جيت لنا الاحداث، ولما يعني اتكلمتني عند ست الهام، ولما انا نزلت جري اكلمك عشان اقول لك انها طردتني، جيت لي على طول وسفرتني معاك وجبت لي هدوم، ويعني معاك حق اصلها رخيصه قوي. لا يا زينب انت مش رخيصه، انت غاليه، غاليه قوي، ولو ما كنتيش غاليه ما كنتش عملت نص اللي عملته معاك. يا زينب انت بالنسبه لي حاله. حاله يعني ايه؟ انا ما سالتكش صحيح يا استاذ طارق، هو انت كنت جاي تعمل علينا بحث ليه؟ انا هيتعمل عني بحث ليه؟ انا بني ادم عاديه قوي زيي وزيك، باكل واشرب وانام واقوم. بحث ايه اللي كنت بتعمله علينا؟ اذا كان ولا بد يعني وعايز تعمل بحث اعمله عنك انت مش عني انا. شويه علشان نعرف نتكلم. انا هاديه وما فيهاش حاجه خالص، انا عايزه ارجع مصر، عايزه ارجع مصر، ما انت لو ما رجعتنيش هنط وارجع هعوم. بصي هترجعي مصر تعملي ايه؟ فاضل يومين عبال لما القريه تستلمك، هتروحي تقعدي فين؟ انا بقى عارفه هرجع اروح فين؟ ابوس ايدك يا طارق بيرجعني مصر. وادي يا لبيس. زينب هي يا اخويا بشحمها ولحمها. ازيك يا لبيس؟ مين عندك؟ محدش عندي، انت جاي لاحمد طبعا. عموما يعني احمد رجع يشتغل عند الميكانيك اللي كان بيشتغل عنده،
وزازا رجع ورشة اللحام، وانا يعني ماشي في موضوع سفر كده، ناس هيطلعوا لي باسبور وفيزا ويعني هسافر بره يعني. انما رينجو يعني هو اللي مش عايز يعمل زي زازا واحمد يعني، ويشتغل عند حد فلسه بيسرح في الشوارع يعني. ازيك يا زينب؟ بقى كده اشوفك انت والبت توتا وتهربوا مني ليه؟ بعبوا انا ده، انا ده انا كنت عايز اسلم عليكم حتى يعني مش اكتر. عمونا يا ست الله يسامحك. انت كمان هتسامحني لما تعرف انا جايه ليه. ليه؟ مش جايه عشان اشوف احمد. امال جايه لمين؟ جايه لنا يعني؟ جايه لك انت. ايه ما وحشتكش؟ مش انا طول عمري وحشاك؟ مش انت طول عمرك نفسك فيا؟ مش كنت عايزني؟ اديني جيت لك اهو. انا يعني طول عمري عايزك يعني، بس انا كمان طول عمري بحبك. هو ده، قعدت اسال نفسي، قعدت اقول قول يا بت يا زينب، مين اللي كان بيحبك بجد وعينه هتطلع عليكي ويمشي وراكي بالمشوار؟ طلعت انت. قمت قايمه وجايالي. ايه مش عايز؟ احسن، هلا احسن منك وهيحبني برضو. انا غلطانه اني جيت لك، كانت اكسبتين نيله. استني بس. ايوه كده، ما كمل قوي ولا يعني لازم تتدلل؟ ما انا قلت لك. قلت لي ايه؟ قلت لك اني جايه لك لحد عندك. ولا كانت البت شاديه بقى احلى مني؟ انت عارفه يا زينب اني عملت عمليه؟ بعت كليتي. عارفه ليه؟ عشانك. قلت اكيد يعني هنتقابل في يوم من الايام ويبقى معايا فلوس ترضى عني ونتجوز. واديني اهو راضيه عني وجايه لك برجل، ومش عايزه منك لا فلوس ولا جواز. ما تقوليش كده، ابوس ايدك. انا حره اقول اللي انا عايزاه. لا ما انتش حره يا زينب. لا حره واعمل اللي انا عايزاه. ها لك شوق ولا لا؟ انت عارفه يا زينب انا كنت شويه عفانه، بس لما كنت افكر فيكي كنت انفض روحي وابقى عايز ابقى كويس. لو حد اذاك يا زينب قولي لي عشان اقضي عليه، ولو اذيتي روحك انا هقضي عليك انت. ولو ولدي ولدي يبقى ارجعي مطرح ما جيت يا زينب، عشان اللي انا بحبها عزيزه عليا وعلى الكل، ولو رخصت انا هقتلها قبل ما ترخص. اتحاد الطلبة في الجامعة انه يكرم المجموعة صاحبة الفكرة والتنفيذ اللي قدموا لنا الحفلة وقدموا لنا بحث تم طباعته ونشره في الكتاب ده، فمبروك على الكتاب ومبروك على الحفلة، وهنتقابل تاني بس واحنا بنتخرج ان شاء الله. وياريت المجموعة اللي ساهمت في النشاط ده واللي تم اختياره كأحسن نشاط تم في السنة، يا ريت يتفضلوا على المسرح لتكريمهم. عايزين طارق وسارة ونورة وهشام وماجد، يا ريت يتفضلوا معانا هنا.
انا بستأذنكم، احنا معانا هنا شخصيه اعتقد ان احنا الخمسه مقتنعين ان هي لازم تيجي تستلم الدرع ده بنفسها. الشخصيه دي هي السبب ورا ان انتوا بتكرمونا النهارده، وكانت سالتني في يوم من الايام انتوا بتعملوا البحث ده علينا ليه، بس للاسف ما ادتنيش فرصه اجاوب عليها، جريت قبل ما اجاوبها. النهارده بقى انا هجاوبها وهقول لها احنا بنعمل البحث ده عليها وعلى ناس كتير زيها، علشان هم حاله غريبه، حاله من الصبر والجلد والتحمل، معاني كتير جميله جدا. للاسف مع كل الرفاهيه اللي احنا عايشين فيها ما اظنش حد فينا بيجمع كل الحالات دي مع بعض. الناس دي في نظري انا يعني هم اللي اغنياء واحنا اللي فقراء، فقراء علشان مش قادرين نجمع كل المعاني دي فينا. أرجوكم ترحبوا بالشخصية دي، زينب حسين سليمان. يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، عايز اقول ان كلنا اشتغلنا على زينب وعلى غيرها، عملناهم بحث وجمعناه في كتاب، صورناهم واتكلمنا معاهم. بتهيألي ان النهارده بس من حقهم يتكلموا ويعبروا عن نفسهم بشكل حقيقي وبسيط. زينب، لو عندك حاجه ممكن تقوليها اتفضلي. هقول ايه؟ اي حاجه، قولي اي حاجه. يلا يا زين. شكرا. سلام عليكم. انا يعني والله ما عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول حاجه بجد. يعني انا فرحانه قوي ومبسوطه، وكان نفسي يعني امي تبقى معايا دلوقتي، كان نفسي امي تبقى معايا عشان اديها الهديه الحلوه دي. بس الله يرحمها بقى، بس هديها لكل الناس اللي كانوا معايا، هديها للبت توتة والوزازة والواد كيمو الله يرحمه، والبت صباح والبت نجوى، وفي ناس كتير قوي كانوا معايا في الأحداث وكانوا معايا في الملجأ، والعيال البنات والولاد اللي كانوا معايا في الشارع. انا يعني انا هديهم الهديه دي، وانا مبسوطه قوي ان انا فوزت البهوات دول كلهم. يعني انا مش عارفه اقول ايه يعني، بس فرحانه والله فرحانه قوي. بملايين الدنيا كلها يا حبيبتي.